السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخصان يومي ميرو دانشي وجنجيتسو شوغيشا الحلقة الأولى، لأنه لحد الآن نزلت حلقة واحدة فقط. ولو أعجبكم الأنمي وتريدون أن نستمر في تلخيصه، فجروا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة لتصلك كل الملخصات القادمة، وأهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا. تبدأ الأحداث بساغو واتارو وهو الطالب من الثانوية عادي جدا، وهو يقول مع نفسه لو كان شخصية في لعبة فالخاصية التي سوف يحصل عليها هي أنه سيكون مطارد. في الجهة الأخرى البنت اللي بيحبها وبيضل يلحق بها طول اليوم هي ناتسوكا وآيكا، وبالنسبة له هي الفتاة المثالية، وسما لم تمنحها هدية واحدة فقط بل هديتين أو ثلاث هدايا، وهو معجب بها ومتأكد من أنه سوف يأتي يوم ويستطيع أن يواعدها فيه، لهذا لم يفقد الأمل ولم ينطفئ شغفه أبدا. وفي المدرسة وهو بيلحق بها وهي كل شوية تقول له لا تلحق بي أنت مزعج، وهو رأسه أصلا من الحديد ما يفهم كلمة لا تلحق بي. في تلك الأثناء في ملعب كرة القدم هم يلعبون بالكرة، الكرة ضربت العارضة وكانت راح تضرب وجه واترو، بس الحمد لله مرت بجانب وجهه وآيكا كانت خائفة عليه، لكن تلك المشاعر ظهرت للثانية واختفت. هي سألت هل هو بخير ليرد عليها أجل، لكن كان لا زال تحت الصدمة لتقول له هذا ما يحدث عندما تلاحقني بإصرار، لهذا لا تقترب مني بعد الآن، وغادرت. وهو قال معك حق، سوف أفعل ذلك، لن أقترب منك بعد الآن. بعدها صعدوا للفصل، بعدها صديقة آيكا قالت له لقد سمعت أنك حصلت على عقاب إلهي هذا الصباح بسبب سلوكك اليومي، لأنه دائما كان يلحق بها وأصبح شيء معتاد بالنسبة له. وهو رد عليها عقاب إلهي أظن ذلك، لتقول صديقة آيكا إذا وصلت على هذا النحو فإن آيكا ستكرهك أكثر، بس آيكا بتحاول تسكت البنت من قلك هي رح تكرهه. وهو رد عليها أنت على حق أعتقد ذلك، وكان يبدو عليه أنه فاقد للشغف وحزين، لهذا سألوه هل أنت مريض بالحمى؟ ليقول لهم لا لست مريض. بعدها دخلت المعلمة يلي من مظهرها أصغر من الطلاب، وحتى هي لما دخلت قالت لساغو من غير المعتاد أن تجلس بهدوء في مقعدك، ليقولها هل هذا صحيح حقا؟ لترد عليه لأنك دائما ما تطارد ناتسوكاوا. وبدأ الطلاب يضحكون. بعدها انتهت الحصة وهو خرج من الفصل، آيكا رأته وقالت له لقد أخبرتك ألا تلحقني، ليقولها لا لست ألحقك أنا ذاهب لدورة المياه فقط. في تلك اللحظة الكل تفاجأ ما الذي حصل هنا؟ هل هذا هو حقا ساغو؟ لا غير معقول، وفعلا هو ذاهب لدورة المياه. وهناك أمسك به بعض من أصحابه، سألوه ما الذي حدث؟ هل حدث شيء بينكما؟ هل تشاجرتما؟ ليقول لهم لا شيء، كما تعلمون الشجار هو شيء معتاد بيننا، ليقول له بما أنك قلتها يبدو أنها حقا صحيحة، لكن كما تعلم دائما ما نرى ناتسوكا فقط هي الغاضبة، لكنك لا تمنع ذلك وتستمر في مضايقتها، ما الذي حدث الآن؟ لكن هو كان يبدو عليه أنه يتحدث بصعوبة وكأنه يريد أن يبقى صامت فقط، وقال لهم أنا لست في مثل هذا المزاج اليوم، هل هناك شيء خاطئ؟ بعدها نظر لنفسه في المرآة وقال هل يبدو أنني أحب آيكا؟ ليمسك صديقة وقال له ما الذي تتحدث عنها أيها الأحمق؟ أنت لست تحبها، أنت مجنون بها، كيف يمكنك أن تطرح سؤالك هذا؟ ليرد عليه أنا أوافق، أنا أحبها لدرجة أنني أرغب في دعمها في أي شيء تفعله. الأصحاب لم يفهموا كيف سوف يدعمها بهذا التصرف. بعدها في الفصل وهو جالس بجانبهم كان سوف يذهب إلى الكافيتيريا، بس البنت لحد الآن لم تفهم ما الذي حدث هذا اليوم، هل هي تعيش الحقيقة أم تحلم؟ هل هذا هو ساغو الذي كان يتبعها ويزعجها في أي شيء تقوم به لدرجة أن المدرسة كلها اعتادت عليه بتلك الطريقة؟ لكن هو الآن هادئ حتى النظر لا ينظر لها، وليس هي فقط بل كل الفصل تفاجأوا، ليقول له صديقه أنا متأكد أنك لست أنت، لأنك دائما ما تقول آيكا لنأكل معا، يبدو أن اليوم كان يوم خاص لك لأنك لست كعادتك أبدا، لأنك اليوم سوف تذهب لتأكل في الكافيتيريا لوحدك، لم تقم بدعوتها أبدا. آيكا شعرت بالخجل لأن أصحابه كانوا يقلدون أفعالها التي كان يقوم بها من قبل، لهذا قالت له فلتذهب بسرعة الآن، الاستراحة قريبة من الانتهاء. وأصحابه كانوا يقولون أنه من الممكن أنها كسرت شوكته لأنها تستمر برفضه دائما، وتمنى أصحابه أن يبقى ساغو قويا. وهو في تلك الأثناء ذهب ليشتري شيء ليأكله وخرج خارج المدرسة، لكن جاءت عنده بنت سألت هل هو ساغو، ليقول لها أجل، وسألها من هي التي تبحث عنه، لتقول لقد كنت أعرف أنك لن تتعرف علي، أنا إيزاوا من الصف المجاور. ليسألها لماذا جاءت كل هذا الطريق لمقابلته، لكن هي قالت له ولماذا برأيك سوف آتي كل هذه الطريق لرؤيتك. وهو قال مع نفسه يا لوجع الراس، لكن هي سمعته وقالت له عيب عليك، ونهضت وقالت له أنها سوف تذهب وسوف تراه لاحقا، وهو أنهى الأكل وعاد للفصل. وهناك صديقه أمسكه وكان سوف يخنقه، لكن ساغو استسلم وقال له لقد نلت كفايتي من المصارعة
مع أختي الكبرى ليقول له أنت لديك زائر وهو ينتظرك، وذلك الزائر كان أيزاوا. ليقول لها أنت صاحبة الابتسامة الغريبة، لتقول له ألم تعجبك؟ ليرد عليها لا ليس كذلك، لكن تفاجأت من أن بنت لطيفة مثلك سوف تأتي لتتحدث معي. صديقه أمسكه وقال له ماذا يحدث أنت؟ وبينما لديك فتاة بالفعل تدعى آيكا، لماذا أنت لديك أخرى الآن؟ كيف تفعلها؟ لكن فجأة ظهرت آيكا وصديقتها يلي دخلوا للفصل ولاحظوا البنت يلي كانت تتحدث مع ساغو. لهذا آيكا كانت منزعجة وقالت لهم أنها رئيسة الفصل، لهذا عليها أن تنهي بعض المهام، وذهبت لتنهي مهامها لتقول أيزاوا يبدو أنني أعطيتها فكرة خاطئة. ليقولها ساغو ما الذي تقصدينه يا أيزاوا؟ لتقول له فلتناديني بيرينا فقط. والبنت يظهر عليها أنها تريد التقرب من ساغو لأنها غالبا سمعت الأخبار التي راجت في المدرسة على أن ساغو لم يعد يحب آيكا، لهذا أرادت أن تستغل الفرصة في تلك الأثناء. ذهبوا إلى حصة الرياضة والكرة الطائرة، الكل يلعب وهو سعيد، لكن ساغو وهو ينظر لآيكا والتي نظرت له، لكن يبدو أنها لا زالت منزعجة منه كثيرا، لهذا هذا يؤلمه. خرج لكي يغسل وجهه لتأتي عنده أسيدة وقالت له أنت تتصرف كالفاشلين. ليقولها ما الذي تريدينها الآن؟ لترد عليه أنها هنا فقط لتلقي التحية على زير نساء مخادع. ليقولها زير نساء؟ لترد عليه أنت لا تبالي أبدا لما يحدث حولك، لكن المستفيد هي أيزاوا لأنني أعتقد أنه حتى أنت ستغريها، لكنه لم يفهم كيف سوف تكون هي المستفيدة لأنه فعليا لا يعرف أيزاوا لأنه هي من ظهرت فجأة في حياته. لتقول له أشدة أنا أيزاوا مشهورة بكونها في علاقة حب أبدية مع حبيبها في السنة الثانية، وحسب شبكة معلومات الخاصة بها كانوا يخرجون منذ السنة الأولى في المدرسة الإعدادية. ليقول لها شبكة معلومات أصبحت مخيفة الآن فجأة، لكن يبدو أن العمل كجاسوسة يناسبك. لتقول له أن حبيبها يكبرها بسنة واحدة يعني في السنة الثانية وفي الفصل باء، وهو بشعر قصير ونحيف وجميل نسبيا، وأرسلت له صورة لهم. ليقول مع نفسه لماذا ترسل لي الصورة أصلا؟ بعدها هو ذهب للفصل ذلك الفتى ووجده يتحدث مع أصحابه، لكن المفاجأة هو أنه كان يتحدث عن ناتسوكاوا ويقول أنها تعجبه، لكن ساغو لم يتحدث معه وعاد للفصل وهو جالس في هدوء. لتأتي صديقة آيكا أسيدا وقالت له أنت تتصرف بغرابة. هو قال لهم أريد أن أسألكم سؤال، لكن قبل أن يسأل ظهرت أيزاوا وقالت لهم هل قطعتكم؟ وجاءت بجانب ساغو وقالت له كنت أفكر في أنني أردت التحدث معك. لتقول لها أسيدا إذا ليس لديك أي عمل بشكل خاص معه؟ لترد عليها نعم أعتقد ذلك. لهذا أسيدا جلست وقالت لها إذا لنتحدث قليلا، أخبريني عن سبب إن اتصالك عن حبيبك السابق. لتقول لها كيف تعرفين ذلك؟ لكن الأخرى أصرت على سؤالها لتقول لها لم يكن لدي صفات تعجبه. لهذا أشيدا بدأت تهين حبيبها السابق وتقول أن ساغو أفضل منه، لهذا أيزاوا انزعجت وقالت لها لا تسيئي لحبيبي السابق، وغادرت. ساغو لحق بها لكن في الطريق وهو يلحق بها ارتطم ببنت واعتذر منها، لهذا لم يستطع أن يلحق بها، لكن في الأخير عرف أين سوف تذهب وذهب إلى هناك ووجدها واعتذر منها. لتقول له لمن عليك أن تعتذر؟ بعدها جلس بجانبها وهي سألت أنه عندما يكون معها لا يتحدث عن آيكا. ليقول لها أنه تعلم من الكثير من التجربة التي عاشها أنه لا ينبغي أن يتحدث عن فتيات أخريات عندما يكون مع فتاة. لتقول له لديك معرفة عاطفية لا بأس بها. ليقول لها صراحة لا أعلم، ليس لدي أي خبرة فعليا. لتقول له لكنك تحبها. ليقول لها هذا واضح، لا يوجد أي أحد في هذه المدرسة لا يعرف هذا الخبر، لكن قد يكون الوقت قد حان للمضي قدما. هي تفاجأت من هذا الخبر. ليقول لها أشعر وكأنها في مكان ما في قلبي، لكن للأسف تم رفضي كثيرا، لهذا لم أستطع أن أتحمل أكثر. بعدها هو سألها عن أمورها العاطفية كيف حالها الآن، لكن اعتذر مرة أخرى وقال لها بمجرد أن اعتذرت منك سألتك عن موضوع حساس مرة أخرى. وهي قالت له أنه سبب انفصالها عن حبيبها هي أن آيكا من النوع المفضل لدى حبيبها، لأنها سمعت حبيبها يقول أنها من النوع المفضل لديه وبسبب ذلك انفصلت عنه وفهمت أنه لا يحبها، لهذا هي الآن تفكر أن تجعله يعاني من نفس التجربة. بعدها ساغو بدأ يحكي لها عن تجربته في الإعدادية لأنه رفض مرة أخرى عندما كان في الإعدادية من فتاة أخرى، وذلك الرفض كان أسوأ رفض في حياته لأنه كان سوف يضرب من حبيب تلك البنت الذي ظهر فجأة، لكن في نفس الوقت كان شيء جيد بالنسبة له لأنه عندما كان يهرب سقط وارتطم بآيكا التي صفعته مباشرة، لكنها في نفس الوقت منعت ذلك الشاب من ضربه، ومنذ ذلك الوقت وهو لا يرى أي شيء غير آيكا، لهذا هو سوف يدعمها في أي وقت.
وأي مكان، لكن بصفته الشخص المرفوض سوف يدعمها عن بعد ويتمنى لها حياة سعيدة. وأيضا وكانت سعيدة بسماعها كلام ساغو ليقول لها، هو سوف يخبر أشيدا لكي تعتذر لتقول له أنه لا داعي لذلك، فربما هي اكتشفت دوافع خفية عند أيزاوا، لهذا كانت تريد أن تحمي صديقتها فقط، وهو لم يعرف كيف سوف تحميها ولماذا سوف تحميها، لكن نحن نعرف أنها كانت تريد أن تبعد أيزاوا عن ساغو لأنه يخص صديقتها، لهذا أيزاوا قالت أنها لن تفعل أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى. بعدها قبل أن تغادر قال لها، ما فعله أريمورا ليس شيء يفعله فقط هو، فالرجال جميعا من هذا النوع، وهذه كانت كذبة أبريل لكن في شهر 7، لأن ليس كل الرجال من ذلك النوع، وهي كالحمقاء قالت له أعلم ذلك. بعدها عندما انتهت المدرسة أيكا وصديقتها لاحظوا أيزاوا وحبيبها عادوا لبعضهم، لهذا أشيدا قال لأيكا، أظن أنه ليس أنت الوحيدة التي رفضته بل حتى هي رفضته. بعدها عندما التقوا في الفصل كان هادئ جدا مرة أخرى على غير المعتاد، لكن يتحدث مع أيكا وأشيدا، لكن أصحابه قالوا له، لماذا تلك النظرات القاتمة تملأ وجهك؟ ليقول لهم، لا تتدخلوا، نحن الآن في منتصف مراسم الطلاق، وهم بدأوا يضحكون عليهم. بعدها الكل ذهب لمنزله وهو وقف أمام المرآة وبدأ يقول مع نفسه أنه غبي، إنها فتاة خارج نطاقه تماما، لكن المفاجأة هي أن أيكا جاءت عنده للمنزل، حتى هو تفاجأ من الأمر واستقبلها، دخلت جلست وقال لها، هل هناك شيء تريدين التحدث معي فيه؟ وهي كانت تريد أن تعرف هل لديه شيء يقلقه، لأنه في الغالب لا ينزعج من أي شيء، هو دائما يبتسم ويضحك، حتى أنه عندما تقول له أن يبتعد عنها وهو يقترب أكثر، لكن هو لم يفهم كلامها، لتقول له أنه مؤخرا لم يعد مزعج كما كان، ولم يعد يلحق بها ولا يفعل أي شيء كان معتاد على فعله، ليقول لها أنا معجب بك، وهي تفاجأت، ليقول لها هل تخرجين معي؟ لتقول له أنه لا يمكنها أن تقبل هذا العرض بأي طريقة ممكنة. في تلك الأثناء أخت ساغو كانت تسترق السمع ودخلت فجأة عليهم ولم تتركهم يكملون حديثهم، لهذا هو قرر أن يذهب ليوصل أيكا لمنزلها، وفي الطريق سألت، ماذا كنت تريد أن تقول قبل أن تدخل أختك؟ ليقول لها، لقد قمت بمضايقتك حتى الآن، أردت أن أقول أنني لن أتبعك بعد الآن، لذا من الآن فصاعدا أتطلع أن نكون مجرد زملاء دراسة. هي كانت حزينة جدا لأن الأمور سوف تتغير، لأن البنت اعتادت على ذلك الروتين الذي كان يقوم به لدرجة أنها أصبحت معتادة على إزعاجه، لكن هو الآن سوف يتوقف. لكن الغبي زاد الطين بلة عندما قال لها، هل هناك بنت من صديقاتك قد تكون مناسبة لي؟ هي كانت سوف تضربه في تلك اللحظة لكنها لم تفعل، وقالت له أنت الأسوأ، وذهبت تجري بسرعة لمنزلها وتركته. بعدها في الغد في المدرسة هو غير مكانه من جانبها وذهب إلى مقدمة الفصل أمام أشيدا التي قالت له، لماذا غيرت مكانك؟ ليقول لها، هذا أفضل لكي لا أزعجها مرة أخرى. لتقول له أنه عليه أن يتحمل المسؤولية لأنه بسبب اللحظة كل البنات ابتعدوا عنها، لهذا هي سوف تبقى وحيدة، وهو نظر لها وقال، حقا علي أن أقف بجانبها. الآن بعدما قرر أن يبتعد عليها تركها في موقف صعب، لأنه بسبب لحقه المتكرر بها الكثير من البنات رفضوا أن يكونوا صديقاتها، لهذا هي الآن سوف تبقى لوحدها. وهو قال أن عليه أن يجد حل لهذه المشكلة، وقال أنه لم يرها من قبل تتحدث بودية مع أي شخص آخر غير أشيدا صديقتها المفضلة. بعدها خرج من الفصل وأمسك به صديقه وقال له، تبدو مكتئبا مؤخرا، ألن تذهب إلى الحديث مع ناتسوكاوا؟ ليرد عليه، فلتسكت، أنت الذي ليس لديك أي مكان لتذهب إليه. بعدها تركه وأكمل طريقه ليلتقي ببنت، والتي قالت له، أنت الذي أرعبت زميلتي. هو عندما نظر لها تعرف عليها مباشرة وتذكر البنت التي اصطدم بها وقال لها، صحيح أنا الذي أخفتها، واعتذر من صميم قلبه على إخافتها. لتقول له أنها تمزح، هي تعلم أنه لم تكن لديه أي نية سيئة. ليرد عليها، لكن هذا لا يعني أنني لم أخفها، بالإضافة إلى الشخص الوحيد الذي يمكنها التحدث مع فتاة بريئة وجميلة في مكان خالي لوحدهم هو بطل في مانجا شوجو، وإذا فكرت في الأمر قليلا فسوف تعرفين أنني أخفتها حقا. لتقول له، هل قلت بريئة؟ على الرغم من مظهرها فهي تكون سينباي الخاص بك، يعني هي بنت أكبر منه. بعدها هو قال لها أنه يعتذر مجددا وطلب المعذرة وكان سوف يكمل طريقه، لكن هي قالت له أن ينتظر. ليقول لها، ماذا هناك شينوميا سينباي؟ لتقول له، أتعرف من أكون؟ ليقول لها، طبعا من لا يعرف من تكونين، رئيسة لجنة الانضباط المشهورة بشخصيتها الكاريزمية. هي في تلك اللحظة شعرت بالخجل لكن لم تظهر ذلك أبدا، وقالت له، أعتقد أنه هكذا ينظر للطلاب. بعدها هو حاول أن يذهب لكنها أمسكت به،
وقالت له أن لديها ما تناقشه معه، وأخذته إلى غرفة الإرشاد الطلابي، وهناك قالت له أنها مقتنعة بأنه لم يكن لديه أي دافع خفي عندما تحدث مع صديقتها، لأنه مهما نظرت إليه لا يبدو من النوع المتظاهر بالأمور أبدا. وهو شكرها على كلامها لتقول له: الفتاة التي أخفتها تدعى ناتومي يويو، وكعضوة في لجنة الانضباط فهي مجدة في عملها وذات شخصية صادقة، جميعهم يعملون بكل فخر كأعضاء في لجنة الانضباط، لكن من وقت لآخر يفقدون ثقتهم بأنفسهم ويصابون بالإحباط. ليقول لها: إذا كانوا متأثرين بأفعال زميلتهم بهذا القدر فعندها سيكون هذا احتمال وارد. هي في تلك اللحظة شعرت بالخجل وقالت له: لا ترشقني بكل هذا المديح. ليسألها: هل أنت قلقة بشأن صديقتك؟ لترد عليه: ليس بالضبط، لكن بما أنني لا أستطيع أن أحل المشكلة فهذا يعني أني جزء منها، وأنا أريد أن أكون عونا لزملائي الذين يفرطون بالقلق تجاه صواغر الأمور. لهذا هي تحاول أن تشجعهم أحيانا، لكنهم دائما يردون عليها: لأنك الرئيسة بالطبع يمكنك فعل هذا. ليقول هو: إذا بعبارة أخرى يقول لك: لا توجد أي طريقة لتفهمي مشاعري. هذا ما يقصدونه. لهذا هو عرض عليها أنه بإمكانه أن يجد الحل لهذه المشكلة، فبشكل عام هو يشبههم لتسأله ماذا يفترض بها أن تفعل. ليقول لها: فلتقولي لهم لا تقلق حيال ذلك، وقومي بالتربية على كتفهم وهذا سوف يحل الأمر. فهم لا يريدون أن تتعاطف معهم كثيرا، هم فقط يريدون كلمة قد تشجعهم وتظهر لهم أن السينباي الخاص بهم يهتم بأمرهم، وهذا ساعدها. لهذا قالت له أنه سوف تعمل بنصيحته، واعتذرت منه لأنها استنزفت كل وقت استراحته. ليقول لها أنه لا بأس وكان سوف يغادر، لكن قبل أن يغادر سألتها عن اسمه لأنها لا تعرفه. ليقول لها أن اسمه يامازاكي. بعدها انتهى ذلك اليوم، وفي الغد وهو ذاهب للمدرسة أخته أعطت الكثير من الملفات عليه أن يحملهم، لأن هو وأخته يدرسون في نفس المدرسة وهو سوف يحمل ذلك بدلا منها. بعدها هي سألت: هل تحدث مع تلك الفتاة التي جاءت لمنزله ذلك اليوم؟ ليقول لها: نعم، وبشكل طبيعي بما أننا مجرد زملاء، لكن وفي طريقهم للمدرسة يجدون أن ناتسوكاوا في نفس الطريق. لهذا أخته أخذت كل ملفاتها وقالت له أنه من الأفضل أن يذهب ليتحدث معها، لكن هو اكتفى بقول صباح الخير فقط حتى وصلوا للمدرسة. لكن الأخبار سيئة، أول شيء سوف يسمعه. أشيدا جاءت بسرعة إليه وقالت له أن رئيسة مجلس الطلاب غاضبة جدا وهي في فصلهم. هو عندما ذهب وجدها حقا في فصل، وقال لأشيدا أن تدخل الفصل ولا تهتم بأمره، لكن رئيسة مجلس الطلاب هي التي خرجت عنده وقالت له: لم أعتقد أنك ستظهر حتى موعد الاصطفاف الصباحي. قال لها: صباح الخير شنوميا. هي ردت عليه: صباح الخير يا يامازاكي. إذن يا من يطلق على نفسه يامازاكي بتسمية أخرى ساغو، سوف أكون بانتظاري في غرفة إرشاد الطلبة عند الاستراحة الغداء. هو قال: حاضر. بعدها ناتسوكاوا قالت له: تلك كانت رئيسة مجلس الانضباط، ما الذي فعلته؟ لكن جاء صديقه وأمسكه وكان سوف يخنقه وقال له: كيف لك أن تنتحل صفتي بدون إذن؟ لأنه عندما سألته رئيسة مجلس الطلاب عن اسمه قال لها أن اسمه يامازاكي، لكن في الأصل اسمه ساغو. ليقول له: ألست سعيد لأنها نادت باسمك؟ هو فعلا بدأ يفكر في ذلك وقال أنه كان سعيد قليلا. بعدها في الفصل أمسكته آشدة وقالت له: من أين تعرف شينوميا؟ ليقول لها أنه حدثت بعض الأمور واستخدم اسما مزيفا لتقول آشدة لساغو: أنت غبي، كانت فرصة مثالية لتنال استحسانها. ليقول لها: توقفي عن الأحلام. بعدها في الاستراحة ذهب عند شينوميا لتقول له: أنت لا تنوي أن تقوم بتقديم أعذار، لكن هو كان أحضر معها الأكل فطيرتين وقال لها: هل تتذكرين ذلك اليوم فوتت الغداء؟ لهذا فعلت الصواب الآن وأحضرت فطيرتين، وأعطاها واحدة لتقول له أن يويو موجودة أيضا الآن. لهذا هو أخرج فطيرة الشوكولاتة احتياطية للطوارئ وأعطاها لها. بعدها لما أنهى الأكل قالت له: لماذا كذبت؟ هل كان مقلبا أو لديك سبب وجيه؟ ليقول لها: لأكون صادق، كان لدي شعور بأنه إذا تم ذكر اسمي من قبل رئيس لجنة الانضباط فإنه لن يسبب لي إلا الإزعاج، لهذا أجبت باستخدام اسم زميلي تلقائيا بدون تفكير. لتقول له: إذن هذا يعني أنك تمرر مشاكلك إلى أحد زملائك؟ ليقول لها: بل العكس، ذلك سوف يسر يامازاكي. لكن هي لم تفهم جوابه وقالت له: هل هناك طلاب قد يسرهم ذلك وآخرون لا؟ ليقول لها أن يويو تفهم الأمر. لتقول لها يويو أن يامازاكي قد يعجبه هذا الأمر لأن شينوميا فاتنة الجمال. لتقول لها شينوميا: توقفي عن التفوه بأشياء غريبة أيضا. بعدها قالت لساغو: ليس من الجيد أن تزيف شخصيتك. هو اعتذر منها على ذلك وقالت له أن يكون أكثر حذر من الآن فصاعدا، كان سوف يغادر لكنهم لم يتركوه يغادر لأنهم لم يبدأوا الموضوع الأساسي بعد.
بعدها وقالت له أن يوجو تشعر بالذنب لأنها رفضت طلبه وذلك يقلقها لهذا تريد أن تعتذر منه وأن تشكره بشكل مناسب ليقول لها تريد شكري على الرغم من أنني لم أساعدها بأي شيء لتقول له يويو في ذلك اليوم كانت قد تجاهلت لطفه تجاهها وهي آسفة وشكرت على لطفه بعدها هو غادر ليلتقي بأشيدة التي قالت له أن هناك شيء يجب أن يراه وأخذته إلى الفصل وكان هناك الكثير من الأشخاص حول ناتسوكاوا وهذا يعني أنها لم تعد لوحدها بعدها هو سأل أشيدة ألن تنضمي لهم لتقول له هي سوف تنضم لكن ماذا عنه ليرد عليها بالنسبة له لن يذهب بعدها أشيدة ذهبت بجانب صديقتها وهو قال مع نفسه إذن أنا كنت العائق لها بعد كل شيء بعدها نظر لهاتفه ووجد أن هناك رسالة جديدة وعندما قرأها وجدها تقول أنه بعد نهاية الاستراحة عليه أن يذهب لمجلس الطلاب ليلتقي بأخته بعدها جاءت رسالة أخرى وقال له من الأفضل لك ألا تهرب بعدها في الاستراحة هو ذهب إلى مجلس الطلاب ليجد أخته وقال لها ما الذي تريدينه وبسبب أن هناك الكثير من المواد التي يجب عليها أن تنظمها بسبب وجود بعض الرحلات الصيفية فهي تحتاج لأي مساعدة ممكنة وهو حاول الرفض لكن قالت له أنه هي تسترت عنه عندما قام بتغيير سنه لكي يعمل بدوام جزئي لهذا عليه أن يساعدها الآن لهذا قرر أنه سوف يساعد أخته وكان يعمل بسرعة وكفاءة كما أن تصاميمه كانت سهلة في القراءة لهذا أعجبهم عمله وهو قال لها لا يعقل أنك تفكرين في استدعاء مجددا في الغد لتقول له حسنا فهمت سأقوم بشراء مجلة منحرفة من النوع الكبير لك وهو عندما سمع ذلك تغير قراره وقال أنه سوف يضع هذا في اعتباره لتقول له إذن عليك أن تحضر غدا مع السابعة بعدها في الغد ناتسوكاوا دخلت للفصل ووجدت حقيبة ساغو فوق طاولته نظرت لها لكن أبعدت نظرها كما لو أنها غير مهتمة هل أتى أم لم يأتي ليلتقوا بها بعض من زميلتها الجديدات وقالوا لها هل يمكنهم أن يأتوا عندها للبيت لرؤية أختها الصغرى لأنها خارقة الظرافة هي وافقت على ذلك وبعدها جاء ساغو لتقول له أشيدة أنهم كانوا يتحدثون على أنهم سوف يذهبون إلى منزل ناتسوكاوا ما رأيه أن يذهب معهم ليقول لها أن مستواه لا زال منخفض على ذلك ليأتي صديقه وقال له منزلها ليس ديماس ليكون مستواك مرتفع أو منخفض ليقول لهم ألا بأس بهذا العدد الكبير من الأشخاص الذي سوف يذهبون لتقول له ناتسوكاوا أنه لمعلوماته فقط لن تدعه يقترب من إيري أختها الصغرى ليرد عليها كما ظنن هي في تلك اللحظة تفاجأت لأنها عرفت أنه فهم شيء خاطئ بعدها انتهت الحصة هو كان سوف يغادر وهي لحقت به وقالت له ألن تأتي ليقول لها ماذا تقصدين لكن لم تجد الفرصة لتشرح له لأنه شينوميا جاءت وقالت لها ألا بأس باستعارة ساغو بعدها ساغو ذهب هو وشينوميا إلى غرفة الإرشاد الطلابي وقالت له أنها تريد أن تشكره بسبب النصيحة التي أعطاها لها لأنها تمكنت من التعامل بشكل جيد مع يويو باستخدامها ليقول لها حسنا هذا يسرني لتقول له لكن ظهرت مشكلة أخرى لأن يويو أصيبت بالإحباط لأنها لم تتمكن من جعلك تفهم الأمر برمته ليقول لها هذا غير صحيح هي قالت أنها تريد التغلب على خوفها من الطلاب الذكور وأنا أعتقد أنه هدف جيد لكن شينوميا اقتربت منه كثيرا وقالت له أريد معرفة رأيك الصريح ليقول لها كنت خائب الأمل فقط من مدى قلة وسذاجة تصاميم إيناتومي سينباي بالإضافة إلى أنه لا أعتقد أن اعتذار إيناتومي كان من أجل فقط أظن أنها شعرت بالإشمئزاز من نفسها لأنها أظهرت خوفها من الذكور لدرجة إهمالها للطف الآخرين وهذا ما أعتقده لتقول له هل أنت مستاء بسبب ذلك؟ ليقول لها على العكس أنا معجب بتصرفها المشكلة فيما حدث بعد ذلك لأن إيناتومي استغلت حادث الذي حدث معها كحجر أساس وقالت أنها بذلت جهدا للتغلب على ذلك الخوف لتقول لها شينوميا هل هذا أمر سيء؟ ليقول لها في هذه الحالة لم يكن عليها أن تجلبك معها لأنه إذا كانت رئيسة لجنة الانضباط إلى جانبك بالطبع هذا سيمنحك شجاعة ولن تهاب أي شيء لو كانت تريد أن تتغلب على خوفها كان عليها أن تأتي لوحدها وتعتذر لوحدها لكن لا بأس بما حدث لحد الآن لتقول لها شينوميا أنها توافقها الرأي لأنه حقا جيد في فهم الآخرين بعدها هو قال لها أنه سوف يغادر بعدها في اليوم العطلة ذهبوا أصدقاء ناتسوكاوا الجديدون إلى منزلها كما اتفقوا لكن ساغو لم يأتي وهي فعلا كانت تتمنى لو أنه جاء ساغو في طريقه للمدرسة لكن كانت الحرارة شديدة جدا لأنه فصل الصيف ولما وصل للفصل شعر بالراحة كبيرة جدا بسبب برودة الفصل لأن الفصل كان مكيف فقال أن التكييف في فصلهم يعد نعمة
آه لو كان يدرس في فصولنا ورأى التكييف الأروع في العالم. بعدها جاءت آسيدا عندها التي ألقت عليها التحية، لكن هو قال لها ألا تظهر أمامه بشكل مفاجئ بملابس شحيحة كتلك، فهذا يؤلم قلبه. لكن ردت عليه أنه ليس عليه أن يسمي زي المدرسة الصيفي بملابس شحيحة، لأنه بذلك يظهر على أنه منحرف. ليرد عليها هو كما تعلمين انخفضت قوة الدفاعية التي كانت حوالي 95 لتصبح 20 فجأة، لتقول هي والأهم من كل هذا أنت لا تمانع أن تنظر نحو زي أحدهما الصيفي. هو رد عليها مباشرة مظهر ناتسوكاوا بالزي الصيفي. بعدها هو سأل أصيدة هل ذهبت إلى منزل ناتسوكاوا في العطلة، لكن بشكل مفاجئ جاءت المدرسة، لهذا لم يستطيعوا أن يكملوا كلامهم لأن الدرس سوف يبدأ. بعدها في الاستراحة أصيدة وهي تتصفح هاتفها وترى الصور التي التقطتهم في منزل ناتسوكاوا، لاحظت أن ناتسوكاوا لم تكن سعيدة. بعدها أصيدة قالت لساغو أنت لم تتحدث معها اليوم ولم تقل لها أي كلمة على غير العادة، ليرد عليها هو أن ذلك بسبب المسافة التي وضعها بينهم. بالإضافة إلى هذا غالبا ما يتحدث الكثيرون إلى ناتسوكاوا، لهذا سيكون الوضع السيء لو اعترض طريقها. لترد عليه أصيدة هل أنت راضي بذلك، ليقول لها أجل راضي بهذا، لأنه لو عملها كما كان يعاملها من قبل فقد يفسد ذلك الجو الذي تعيش فيها الآن، وبالنسبة له سيكون من الجيد لناتسوكاوا أن يتصرف بهذا الشكل. بالإضافة إلى أنه لو اقترب منها فعندها لن يتمكن من رؤية المنظور الكامل لزي ناتسوكاوا الصيفي. وأشيدا سمته بالمنحرف. بعدها جاءت حصة الرياضة وكانوا بيلعبوا كرة. بعدها ساغو تحدث مع صديقه على الكرة، بس صديقه قال له أن إيري كانت لطيفة. ساغو تفاجأ من الأمر ليخرج صديقه هاتفه وأرى صورة لشقيقة ناتسوكاوا التي هي كالملاك. بعدها سأله لماذا لم تأتي، ليرد عليه ساغو أنه هو لم يكن مدعو، لهذا لم يكن لديه خيار آخر غير أن يبقى في منزله. بعدها قال له أنه سوف يأتي به إلى يوكا لأنها طلبت من ساغو أن يعد تقريرا مفصلا بشأن نشاطاته. بعدها وصلت رسالة لساغو من أختها التي قالت له أنها اليوم لن تحتاج إليه. بعدها جاء وقت الغداء وساغو جالس في أمان الله حتى قفز عليه ياماتسكي الذي قال لساغو أنه تعرف على كوغا، وساغو تفاجأ لأنهم تعرفوا بهذه السرعة. بعدها ياماتسكي قال لساغو أنه لو كان سوف يتناول الطعام لوحده فلينضم لهم. بعدها قال للبنت كوغا وشلتها أن ساغو سوف ينضم لهم. بعدها جلس معهم وتحدثوا ليقول لهم هو أنه انطوائي فلينظروا إلى المكان الذي يجلس فيه، ولما نظروا كان مكان جلوسه في الطاولة الأولى في الزاوية، وبدأوا يقولون أن ذلك أمر مضحك لكنه لم يفهم كيف يبدو ذلك أمرا مضحكا. بعدها سألوه عما يجري بينه وبين ناتسوكاوا وبدأوا يتوقعون توقعات خاطئة لسبب انفصالهم، حتى أنهم سموهم زوجين بسبب كثرة لحاق ساغو بناتسوكاوا من قبل. لكن بشكل مفاجئ جاءت ناتسوكاوا وكانت منزعجة من شيء ما وسحبت ساغو من وسطهم وأخذتها بعيدا. هو قال لماذا هي غاضبة هكذا، بعدها تذكر ما كان يحدث من قبل وهو يلحق بها وكل ذلك الإزعاج الذي سببه لها، وقال أنه ذلك هو السبب بكل تأكيد، وقال لها أن تحافظ على هدوئها وعليه أن يأخذ هو الأمر بروية وبكل هدوء، وطلب منها أن تقدم له تلميحا بشأن الأمر الذي يزعجها لأنه لا يعرف من أين عليه أن يبدأ الاعتذار، لتقول له هي أن السبب هو تحدثه مع أولئك البنات. ليقول لها هو ما الذي تقصدينه بأولئك البنات، هل تقصدين كوغا ومجموعتها، لتقول له نعم. ليرد عليها هل هذا يعني أنك، لكن هي قاطعته وقالت له لا تفهم الأمر بشكل خاطئ. ليرد عليها هو أعلم هذا، لهذا السبب أنا لا أفهم، لكن هي انزعجت وقالت له لأن لا يهتم وغدرت. لكن هو قال مع نفسه ما خاطب هذه البنت، كيف يمكن أن تكون بهذه اللطافة. بعدها عاد للفصل ولا زال يفكر في سبب انزعاجها لكن لا يستطيع تفسير أي شيء. لتسأله أصيدة عن سبب انزعاجه وتلك التعابير الغريبة على وجهه، ليرد عليها هو أنت تعرفين أن هذه هي تعابير وجهي دائما. بعدها هو سأل أصيدة هل سوف تغضب ناتسوكاوا ولو كان يتحدث مع أشخاص كياماتسكي أو كوغا والآخرين، لترد عليه هي ولماذا تظن بأنها سوف تغضب بشأن أمر كهذا، ليرد عليها هو لهذا السبب بالتحديد أريد أن أعرف لماذا هي كانت غاضبة. بعدها قال أن عليه أن يهدأ
لا يجب أن يأخذ الأمر على نحو جدي. بعدها قال مع نفسه ماذا كانت نيتها الفعلية عندما قالت تلك الجملة الجميلة بشكل مثير للشفقة. كان مظهرها لطيف بشدة لدرجة جعلتني أرغب في احتضانها. لتقول لها أشدة هل تعلم بأن نواياك الحقيقية بدأت تظهر؟ بالأضافة إلى أنه ليس وكأنك باستطاعتك فعل ذلك بأي حال. ليرد عليها هو أكيد يستحيل أن يسمح لي بالقيام بشيء كهذا مع ناتسوكاوا. بعدها جاء أحد طلاب مجلس التنظيم وطلب من ساغو أن يذهب معه. وذهبوا لغرفة. ساغو كان يظن أنه سوف يساعد، لكن هذه المرة كان الأمر مختلف لأن الأمر يتعلق بساغو. ليسأله ذلك الشاب ما رأيك في نفسك؟ ليرد عليه رأيي بنفسي شخصيا أظن أنني شخص عادي لأني من العامة. بعدها ذلك الشاب سأله عن الفتاة التي هو كان معجب بها لسنوات عديدة وسأله لماذا توقف عن الإعجاب بها. ليرد عليه ساغو أنه لا يوجد أي سبب يدعوه للحديث بهذا الأمر. وذلك الشاب تقبل رأي ساغو وقال له أنه على العموم أن ترى تغيير بشأن شخصيتك مؤخرا. ليرد عليه ساغو أجل، لكن بدلا من دعوته بالتغيير يبدو لي بأني توقفت عن فعل أمور لا مبرر لها. بعدها ذلك الشاب سأله هل أختها الكبرى على علم بهذا؟ ليرد عليه ساغو أن أختها الكبرى لا تهتم به، لهذا هي لا تعلم أي شيء ولا حاجة له لأن يخبرها بأي شيء. ليرد عليه أن أختها الكبرى مرتبكة بسببه، لكن ساغو لم يصدق الأمر. ليقول له ذلك الشاب أن كيد أخت ساغو الكبرى هي السبب وراء تغير هذا، وهي التي أخبرتهم قائلة بأنها دمرت ربيع أخيها الأصغر التمين، لكن ساغو لم يفهم أي شيء. ليقول له ألم تخبر كايدي منذ صغرك بأن مستواك سيبقى كما هو أو جملة قريبة من هذا المعنى؟ ليرد عليه ساغو أجل أخبرتني بذلك من قبل. ليقول له ذلك الشاب لدي مخاوف بأن كايدي قد راودها بعض مشاعر الندم تجاهك، ونحن قد حاولنا رفع معنوياتها من خلال إخبارها بأن الأمر ليس كذلك، ولكن هذه أول مرة نرى فيها كايدي تضعف وتئن مع قلب ثقيل بالهموم هذه المرة. وهذا فاجأ ساغو لأن هذه الذي يتحدث عنها لا تبدو كأنها أختها الكبرى التي يعرفها. ليرد عليه ذلك الشاب أنه لا سبب يدعوه للكذب، لهذا ساغو قرر أن يحاول حل الأمر. ليرد عليه ذلك الشاب أنهم قاموا بتجهيز الغرفة، لكن ساغو تفاجأ لأنه يظن أن الأمور العائلية يتم مناقشتها في المنزل. بعدها في طريق وهم ذاهبون لتلك الغرفة، ساغو سأل ذلك الشاب عن سبب اهتمامه بهذا، هل لأنه لا يريد أن يرى كايدي حزينة أم لأنه غاد من ساغو لأنه سبب حزن أختها الكبرى؟ ليرد عليه الاثنين معا. ليقول ساغو بالنظر إلى كون أختي قوية الإرادة فلا أظن أنها ستقوم بالاعتراف، لكن هذا لا يعني بأنني سأتصرف كالمعتاد وأنحني وألبي ما تريده أيضا. بعدها ساغو ذهب ليلتقي بأخته ليتفاجأ أنها ليست غرفة بل سطح المدرسة. أخته تفاجأت عندما رأته. ليقول لها هو أنه لن يأتي إلى هناك إذ لم يتم إرسال في طلبه، وقالت له هي جاءت لكي تلتقي برين رئيسة مجلس الطلاب. ليقول لها هو أنها لن تأتي، لكنها تفاجأت من الأمر، لهذا هو شرح لها بأن هذه هي كذبة رينجي البيضاء. بعدها قال لها أنه سمع أنها مكتئبة بسبب أمر ما، هي حاولت أن تغير الموضوع لكن هو قال لها أن تذكر 10 أشياء جيدة فيه، لأنه لو كانت في مرحلة التي يبدأ فيها الاكتئاب لن تستطيع أن تجد 10 أشياء. بعدها بدأت تقول أشياء عشوائية غير موجودة أصلا في أخيها الصغير. بعدها قال لها أنه هي طالما علمت حقيقة الواقعية لهذه الحياة، لهذا ما سبب قلقها بينما الأمر ليس من طباعها. صحيح أنه استسلم كشخص فاقد للأمل على الكثير من الأمور المتنوعة مؤخرا، لكن هذا أمر كان شغوف حياله بإرادتها الشخصية وهو الآن فقد تلك الإرادة، وكل هذا لا علاقة له بأختها الكبرى. ليس عليها أن تقول كلمات كتلك، لكن هي لم ترد عليه. ليقول لها حسنا حسم الأمر، ولكن هي أوقفته لتقول له هي الكل يقول ظاهريا بأنهم يتخلون عن الشخص أحبوه، لكن الحقيقة دائما هي عدم تخليهم على هذا الشخص، ومن خلال فعلهم هذا تجد الشخص بعد مدة قد انهار. لهذا السبب تحديدا ظننت أنه قد ينتهي بك المطاف منهار كذلك، فقد يكون الشخص الذي تسبب لك بتلك الوضعية هو أنا ليس أنا بل أختها الكبرى. ليرد عليها هو إذن هل أنا شخص ضعيف كليا لكي لا أقدر على نسيان ناتسوكاوا؟ لتقول له هي لقد قلت أمور فظيعة بشأنك ولكنني لم أكن جادة، لذلك ثق في نفسك. التخلي عن فتاة أحببتها لسنوات أمر مؤسف، لهذا سأكون حذرة لن أسخر منك بعد الآن ولن أقول أمور غير معقولة، لهذا لا سبب يدعوك أن تكون مستنكرا لذاتك. ليقول لها هو هذا يكفي،
هل هذه هي فكرتك بشأن امتلاك شعور الندم؟ هل تحاولين أن تصبحي صديقة وأخت كبرى لطيفة في هذه المرحلة أو ما شبه ذلك؟ في الحقيقة لم يسبق لي أن امتلكت أخت كبرى لطيفة وجميلة. صحيح أنني قد تلقيت الكثير من الانتقادات الصادرة منك، ولكن كما تعلمين لا بأس بذلك لأننا أشقاء. أخبرتني أن أنهي عملك وقبلتها بدون أدنى كلمة شكر، بينما تسترقين ممددة على الكنبة وكأنك ملكة. لكن في الأصل هذه هي طبيعتك يا أختي الكبرى. إن لم تتصرفي هكذا فلن يكون ذلك الشخص أختي الكبرى. على الأقل أختي الكبرى سيئة، هي ما أفضله أكثر من هذا. لهذا لا سبب يدعوك لكي تفعلي شيء كمراعاتي في هذه المرحلة بالضبط، لأن هذا الأمر مزعج. لذا توقفي عن فعل ذلك. لا ترد عليه هي هل أنت واثق بأنك بخير، لأنه كما تعلم إنها آخر فرصة تراني فيها لطيفة معك. ليرد عليها لماذا تكون الأخيرة، عليك أن تكوني لطيفة عموما. بعدها وبشكل مفاجئ دخلت أشيدا وناتسوكاوا التي قالت له كيف يمكنك أن تتحدث مع أختك الكبرى هكذا. هو أمسكت وقالت له أن يعتذر لها حالا لأنها سوف تحزن إذا تفوه أخوها بكلمات لئيمة كهذه. لكن هو سألها كيف جاءت إلى هنا من بين كل الأماكن. وفي تلك اللحظة لاحظت أنها قامت بشيء خطأ، لأنها قامت بمطاردته حتى وصل للسطح وبقت تتجسس عليه. لهذا لم تجد كيف تبرر وصولها للسطح، لهذا قالت له أن هذا من قبل الصدفة وغادرت بسرعة. ليقول هو مرة أخرى يتم إهمالي. أختها الكبرى نظرت له وقالت إني كنت أتوهم. بعدها غادرت هي أيضا، لكن الأمور أصبحت جيدة بينها وبين أخوها. بعدها في المساء ساق وهو ذاهب لمنزله كان يفكر في أن ناتسوكاوا كانت تتصرف بشكل غريب جدا اليوم. بعدها قال أن ذلك غير صحيح وقرر أن يشتري شيء ما لأخته لأنه تصرف بشكل فظ معها. وعاد للمنزل واعتذر منها، لكنها أخذت كل الفطائر لوحدها. وهو لكي ينتقم قام بتصويرها الكثير من الصور وقال أن طلاب مجلس المدرسة سوف يكونون سعداء بشراء هذه الصور. لله تتحدث مع صديقتها حول العطلة الصيفية وأين سوف يذهبون، لكن لاحظت أن ساغو يبدو مريض نوعا ما، وبسبب نظرتها له بكثرة كانت تشرط ولا تسمع كلام صديقتها الذي قالوا لها أنهم يريدون أن يروا أختها الصغرى أيضا مرة أخرى. بعدها جاء شاب آخر وقال لأيكا ألم تقومي بدعوة ساغو؟ حتى لو كنتم لا تتحدثون مع بعضكم الآن إلا أنكم كنتم معا مؤخرا. لتقول إحدى البنات أنه من الممكن أنه أصبح من الصعب على ساغو أن يبدأ محادثة مع أيكا بسبب أنها أصبحت أكثر شعبية الآن. لكن في نفس الوقت كلهم يتساءلون ماذا إذ كان حقا هذا هو السبب الحقيقي حول أنهم لم يتحدثوا مع بعضهم منذ وقت طويل، ويتساءلون في نفس الوقت عن السبب الحقيقي الذي لا يعلمه أي أحد. وهو في تلك الأثناء غادر الفصل وقال أنهم يلاحظون كثيرا. بعدها لما عاد وجد أن هناك 3 بنات يتجسسون على أيكا وسمعهم يتحدثون عنها وعن شعبيتها. ليقول لهم من أنتم لتبحثوا عن أيكا؟ لكن ذلك أفزع واحدة منهم لتصرخ مثل صرخة الأطفال وقالت له أنه عليه أن يقوم بالتنبيه على قدومه لا يأتي فجأة هكذا من الخلف. أولا يعرف من تلك الفتاة؟ إنها فتاة أرستقراطية على عكس ساغو تماما. ليرد عليها هو بالفعل لقد أطلقت صرخة مسلية كأرستقراطية، وبدأ يقلدها وهي لم تتقبل الأمر، وهذا أزعجهم. لهذا قالوا أنهم سوف يذهبون لأن ساغو لا يستحق حتى الكلام معهم. لكن فجأة خرجت أيكا وقالت له ما كل هذه الضجة؟ ليرد عليها أنه كان هناك 3 من السيدات المدللات الغريبات هم من أحدثوا تلك الضجة. بعدها مر ذلك اليوم وفي الغد وهم ذاهبون إلى المدرسة كانت الأمطار غزيرة، لكن ومن حسن حظه أحضر المظلة معه. وهو في الطريق اصطدم بأيكا التي لم ترى هي أيضا بسبب المظلة لتسأله لماذا هو في هذا المكان. ليرد عليها هو ألا تعتقدين أن الجو بارد اليوم؟ وبالفعل بدأوا يحللون الطقس معا، لكن هو أكمل طريقة وهي لحقت به وكانت تتساءل ماذا يحدث له. وهو التف لكي يتحدث معها، لكن وجد أن هناك شاحنة قريبة من أن تصدم أيكا، لهذا أسرع باتجاهها وأنقذها في آخر لحظة كأبطال الأنمي تماما. بعدها أكملوا طريقهم إلى المدرسة، لكن كل ملابسه ابتلت، لهذا اضطر أن يغيرها ويرتدي ملابس الرياضة مكانها. لكن كان يبدو عليه أنه مريض، وليس فقط مريض بل مريض بشدة، وليس لديه طاقة. لتأتي أيكا وأعطته منديلها وقالت له أنه لم تستخدمه بعد.
لهذا فليستخدمه ويجفف نفسه. لكن هو قال لها أنه هو بخير، لكنها أصرت على أن يأخذ المنديل ويجفف نفسه. لكن هو وبشكل مفاجئ فقد الوعي بشكل جزئي، لهذا نام مكانه ولم يستيقظ إلا بعد الحصة الثالثة. حاول أن يتظاهر أنه مستيقظ منذ مدة طويلة، لكن رأسه كان يؤلمه بشكل لا يطاق. وجاءت المعلمة عنده وقالت له أنها تعرف سبب ملابسها المبللة، لكن هذا لا يعني أن ينام في الحصة. ليرد عليها هو أنه يريد أن يذهب إلى العيادة، وهي وافقت على ذلك وقالت له أن يأخذ ملاحظات أصدقائه عندما يعود. لهذا هو خرج وذهب للعيادة، لكن هو كان لا يستطيع حتى التمشي. ليتذكر بعد ذلك ذكريات من الماضي عندما كان في السنة الثانية وكان لديه مجموعة من الأصدقاء، لكن كانت هناك مشكلة في صداقتهم، كانت مجرد صداقة عادية، أصدقاء مصلحة فقط. وفي أحد المرات كان يحمل الغداء وسقط في الأرض، الكل بدأ يضحك عليه إلا آيكا التي ذهبت لكي تطمئن عليه. بعدها عندما حاول أن يمشي للعيادة لكن انهار مكانه وسقط، لهذا أخذوه للمشفى. وقالت لها الممرضة أنه لم يرتطم رأسه بأي شيء، لهذا هو مصاب بالحمى فقط وهو نائم الآن. وهم ذهبوا لرؤيته وكان يزال نائم. وإتشيدا قالت لآيكا أنه هذه المرة هي المرة الأولى التي سوف ترى فيها وجهها النائم بشكل غير متوقع. بعدها أشيدا قالت لآيكا هل أنت قلقة عليه؟ لكن الطبيبة قالت لهم أن الفصل سوف يبدأ، لهذا عليهم أن يعودوا حالا لفصلهم. بعدها مر القليل من الوقت وهو استيقظ، والطبيبة قالت له لقد انهارت في الفصل وحملك أصدقائك ونقلوك إلى هنا، وسألت هل هو يعاني من آلام أخرى غير الألم في الرأس. لكن هو قال لها أن رأسه فقط يؤلمه، وقالت له أن ذلك بسبب نزلة البرد. وهي قامت بقياسات درجة حرارته، سابقا كانت 38 درجة لكن لا يزال من الممكن أن ترتفع. ليرد عليها هو أنه كان بخير حتى الصباح تغير كل شيء. لترد عليه هي أنه ربما تكون إحدى تلك المواقف التي انتهى فيها التوتر لديه، لأنه ربما كان متعب بالفعل طوال الوقت، وهذا يشمل أنواع النفسية، يعني من الممكن أن هذا المرض جاء بسبب التوتر الذي يعيشه بشكل يومي أو بسبب صدمة نفسية حدثت له. لهذا الطبيبة أعطتها الماء. في تلك الأثناء آيكا كانت في الفصل لكن كانت متوترة جدا بسبب قلقها على ساغو، وكانت تسأل نفسها لماذا هي تفكر فيه لهذه الدرجة. بعدها جاءت رئيسة مجلس الطلبة التي هي مشهورة جدا والتي اسمها شينوميا، وذهبت وجلست بجانب أشيدا وسألتها عن ساغو لتقول لها أنه انهار في الفصل وتم أخذه إلى الطبيبة. وأشيدا كانت متفاجئة من أن رئيسة مجلس الطلاب تبحث عن ساغو، وقالت لها أنه كانوا يفكرون أن يذهبوا ليطمئنوا عليه، لكن حتى تنتهي الحصة الدراسية. ولما انتهت قاموا بحمل حقيبته والتي كانت خفيفة جدا، حتى أنهم تفاجأوا من خفتها وكانوا يفكرون في إلقاء نظرة خفيفة عليها. لكن آيكا قالت أنهم لن ينظروا داخلها أبدا. بعدها ذهبوا للعيادة لكن تفاجأوا من أن الطبيبة غير موجودة، وكانوا يظنون أن ساغو نائم، لكن لما تفقدوه وجدوه جالس لكن يبدو عليه الاكتئاب. قالت له كايا بما أنك مستيقظ كان عليك أن ترد علينا، لكن هو نظر لهم وعينه كانت تقول أنه لا يريد أن يتحدث أبدا. لهذا هي سألت هل هناك شيء ما، لكن هو كان حزين وقال لهم أنه يعتذر بسبب تسببه للمتاعب لهم. لتقول له كايا أنه لم يسبب لهم المتاعب، لكن يبدو الأمر غريب لأن حالتها الآن غريبة جدا، أول مرة سوف يرونه بهذه الحالة المكتئبة، لأنه من عادته دائما كان يضحك ونشيط في يومه، لكن كل شيء تغير الآن. بعدها بشكل مفاجئ ساغو عانى من صداع في رأسه، وهذا أخافهم وقالوا له ألا يتحدث كثيرا. وكايا كانت تريد أن تمسكه لكن هو صرخ في وجهها وقال لها ألا تلمسه، هذا أفزعها. لكن هي سألته لماذا، ليقول لها أنه لا يريد أن ينقل البرد لها، بالإضافة إلى أنه يحب آيري أختها الصغرى، لهذا لا يريد أن تعاني هي أيضا. بعدها هم قرروا أن يخرجوا من العيادة، وكانوا يتحدثون عن تصرفات ساغو الغريبة وأنه أصبح ضعيف فجأة. لكن في طريقهم التقوا بشينوميا وأخت ساغو ليقولوا لهم أنهم كانوا ينتظرونهم، لهذا ذهبوا جميعا مرة أخرى ليطمئنوا على ساغو. شينوميا وأخته بدأوا يقيسون حرارته، شينوميا ذهبت لكي تشتري له شيء لكي يأكله، وآيكا كانت متفاجئة من طريقة تعامل شينوميا مع ساغو، يبدو عليها القليل من الغيرة. بعدها مر ذلك اليوم وفي الغد ساغو لم يذهب للمدرسة وبقى في منزله يستريح حتى يشفى. لكن عندما انتهت المدرسة جاءت أشيدا وآيكا ليطمئنوا عليه، فتح لهم الباب ولما دخلوا قالوا له
أنهم كانوا يرسلون لها الرسائل لكن هو لم يكن يرد عليهم. ولما تفقد هاتفه وجد أن لديه الكثير من الرسائل الغير مقروءة وبدأ يرد عليهم. بعدها آشيدا قالت أن آيكا هي التي اقترحت أن يذهبوا لرؤية ساغو ويطمئنوا عليه، وهو كان متفاجئ لأن الكراش الخاص به بدأ يهتم أخيرا بأمره وشكرها على ذلك. بعدها أعطوه هدية وغادروا. وعندما شوفي عاد للمدرسة والتقى بتلك البنت الأرستقراطية مرة أخرى، لكن وبشكل مفاجئ التقوا بآيكا كذلك. لهذا ذهبت عندها وقالت لها أن هناك شيء تريد أن تخبرها به. آيكا كانت متفاجئة من هذا الأمر الذي تريد هذه البنت التي لا أعرفها أن تخبرني به. لتقول لها تلك البنت أنها متفوقة، فهي جاءت الثانية في فصلها، بالإضافة إلى أنها ترى أن آيكا بنت جميلة، لهذا سوف تمنحها فرصة لدعمها. ليأتي ساغو وقال لآيكا أن تشجعها. لهذا آيكا قالت لتلك البنت فلتبدو لي كل جهدك. لترد عليها البنت أنها لم تكن تقصد ذلك، بل تقصد أنها تريد من آيكا أن تصوت عليها لأنها تريد أن تترشح لمنصب رئيسة مجلس الطلاب. لكن آيكا قالت لها هل يمكن لبنت من الفصل الأول أن تترشح لمنصب رئيسة مجلس الطلاب؟ ليقول لها أنه بغض النظر عن السيرة الدراسية أو الترشيح الذاتي أو التصويت، يمكن للمرء أن يرشح نفسه لمنصب رئيس مجلس الطلاب، ولهذا هي تريد أن تجعل آيكا رمزا إعلاميا لها. لكن ساغو رفض ذلك وقال لها أنه لو كانت سوف تستخدم آيكا كوجه إعلامي لها فهذا يعني أنها مخادعة، لأنه سوف يعتقدون أن آيكا هي التي سوف تصبح رئيسة مجلس الطلاب، لكن في الأصل هي مجرد وجه إعلامي. بالإضافة إلى أن آيكا ألطف من ماريكا، لكن هي لم تتقبل هذا ونظرت إلى آيكا وقالت لها كيف تجرؤين، لكن لاحظت أن الكثير من الطلاب ينظرون لهم، لهذا قررت أن تتراجع الآن وسوف يكملون كلامهم وحديثهم في وقت آخر. بعدها جاءت آشيدا وقالت له انظر إلى آيكا، ولما نظر وجد أنها تشعر بالخجل ووجهها أصبح أحمر ولم يفهم ماذا حدث لها. لتقول له أن ذلك بسبب أنه هو قال لها كلام لطيف وقال أنها بنت جميلة ولطيفة، لكن هو لم يفهم ذلك، فهو في الماضي كان يقول لها مثل هذا الكلام دائما حتى أنها سائمت من سماعه، وبسبب خجلها هربت من أمامه. الكافيتيريا كانت ممتلئة، لكن لاحظ أن البنت اللي اسمها يويو والتي حدث له معها في الحلقات السابقة دراما لن تنسى نادت عليه وهي جالسة مع سينباي شينوميا الخاصة بها والأخرى مساعدتها وهم يأكلون الغداء. لهذا قالوا لساغو أن يجلس معهم، وهو قال لها أنه من الواضح أنها تريد شيء ما، لأنهم ليسوا أصدقاء لهذه الدرجة لتطلب منه أن يجلس للغداء معهم. لكن سينباي شينوميا عصبت منه لتقول له تلك البنت أنه سمعت من رين أنه تحسن من الحمى التي كانت فيه. ليقول لها نعم لقد تحسن قليلا، وهي كانت سعيدة لسماعها ذلك. بعدها جاءوا للموضوع الرئيسي وهو أنهم يريدون منه الانضمام إلى لجنة الانضباط والأخلاق. ليقول لهم هو أنه مع فائق احترامه ليس لديه ما يلزم ليكون في ذلك المنصب. لتقول له شينوميا بصفتها رئيسة لجنة الأخلاق والانضباط سوف تتقاعد من المنصب في الخريف القادم، لكنهم لم يتمكنوا من تعيين ولا طالب ذكر من العامين الأول والثاني. أما بالنسبة للفتيات فهم يرون الانضمام للجنة الأخلاق والانضباط كرمز للمكانة فقط. ليسألهم هو لماذا تم اختياره هو بالضبط، لتقول له أنه في وقت كهذا هو الأول الذي خطر في بالها، لأنه طبيب علم النفس ولديه حل لكل المشاكل، لأنه سبق وأعطاها نصيحة جيدة وهي تريده أن يدعم لجنة، لهذا هي تريد منه أن يفكر في الأمر من الآن، وهو حقا بدأ يفكر في الأمر. لكن يويو أمسكت يده وقالت له أنها تعتمد عليه، وذلك فجاءهم يويو بنت خجولة، لكن هي الآن أمسكت يده أمامهم وهي سعيدة جدا. لكن هو كان متوتر وقام بسحب يده، لكن الرئيسة شينوميا وصديقتها كانوا سوف ينتقمون منه، لهذا هو اعتذر منهم وأمسك بيد يويو مرة أخرى. لكن مع ذلك هم كانوا غاضبات منه. ليقول لهم أنه وفقا لهذه الظروف من المستحيل أن يكون لائق كعضو في لجنة الانضباط والأخلاق، لهذا سوف يرفض ذلك المنصب بشدة. بعدها عاد للمدرسة وهناك التقى بآيكا والتي سألت لماذا نصف شعره مجعد، ليتذكر أنه تم ضربه من قبل شينوميا وصديقتها. بعدها آيكا بدأت تسرح شعره وهو كان متفاجئ من الأمر، وكل الطلاب كانوا ينظرون لهم. وبعدها لما انتهت قال لها هل تكفي 5000 ين مقابل هذه التسريحة، لكن هي عصبت وقالت له أنها لا تريدها وغادرت. بعدها جاء الوقت للذهاب إلى ساحة الرياضة لأن لجنة الانضباط والأخلاق سوف تلقي محاضرة، وهو لاحظ أن رئيسة اللجنة
شينوميا لديها شعبية كبيرة جدا، ولما انتهت من خطابها جاء وقت مجلس الطلاب والذي تشتغل فيه أخت ساغو. ولما انتهوا عادوا للفصل والمعلمة قالت لهم أن هناك شيء أخير يجب عليهم تقريره، من سوف يساعد في الجولة الخاصة بزيارة المدارس خلال العطلة الصيفية. لكن لم يتقدم أي أحد لذلك المنصب لتقول لهم أنه في هذه الحالة سوف تقوم بتضييق النطاق لكي يسهل عليهم اختيار المرشحين. وقامت باختيار 8 أشخاص، 4 بنات و4 أولاد، وقالت لهم أنهم سوف يلعبون حجرة ورقة مقص لأنهم سوف يحتاجون إلى ولد وبنت. وفي الأخير ساغو فاز لهذا لن يكون هو المختار، لكن الطالب الذي سوف يكون المختار لديه دروس مكثفة جدا في الصيف، ومن جهة البنات آيكا هي التي سوف تكون المكلفة. وساساكي عندما لاحظ أن آيكا هي التي سوف تكون مكلفة قال للشخص الذي خسر وكان عليه أن يكون هو المشرف على الرحلة أنه يمكنه أن يتبادل معه لأنه لديه دروس مكثفة وساساكي ليس لديه أي شيء، لهذا قرر أن يأخذ مكان ذلك الشخص، لكن في الأصل هو يريد أن يكون مع آيكا فقط. وساغو كان يلاحظ من بعيد وأصدى قالت له أنهما يبدوان رائعان معا، لكن ساغو لم يكن لديه أي مشكل في ذلك لتقول له أصدى كيف يمكنك أن تتصرف بشكل طبيعي هكذا، ليقول لها أنهما يبدوان ثنائي جيد وهذا الشيء واضح، لترد عليه هي أنه فاشل، لتقول لهم المدرسة أنه عندما يخرجون من ذلك الباب فذلك يعني أن السنة الأولى انتهت، لكن عليهم ألا ينسوا موعد الذي سوف يعودون فيه للمدرسة. بعدها خرجوا أشيدا وأيكا خرجوا معا وبدأوا يراجعون الجدول الخاص بالأنشطة في الصيف، لكن وجدوه ضيق جدا لهذا أيام إجازتهم سوف تكون السبت والأحد. والمشكلة الكبرى أن كل هذا في العطلة الصيفية التي تعتبر عطلة رسمية كلها، لكنهم لديهم اليوم ممتلئ بسبب الأنشطة التي تم تكليفهم بها. بعدها قرروا أن يضعوا هواتفهم جانبا وبدأوا يحتفلون بنهاية السنة الأولى. في تلك الأثناء كان ساغو يشتغل في مكتبة وانتهى من ترتيب الكتب، والمدير الخاص بالمكتبة كان سعيد جدا لأنه قرر أن يوظف ساغو لأنه ساعد كثيرا وأصبح الأمر مختلف فقط لأن ساغو متواجد معه. بعدها ساغو خرج للتنظيف خارج المكتبة، لكن لاحظ أن هناك 3 جانحين يضايقون طفل صغير، لكن هو ذهب عندهم وقال لهم أن عليهم أن يتوقفوا ليقولوا له من أنت أيها الوغد، هل تريد أن تتعرض للضرب؟ ليرد عليهم حسنا اضربني إذا أردت. بعدها أخذ الحقيبة منهم وأعادها لذلك الطفل. بعدها سأله عن اسمه ليقول له أن اسمه ساساكي كوتا، ولاحظ أنه هو أخ ساساكي على ما يظن، لهذا طلب منه أن يعطيه رقم الهاتف الخاص بمنزلهم واتصل بهم لتأتي أخت ساساكي الكبرى، وهو كان سعيد برؤية أخته. ليأتي ساغو وقال لها أنه هو من اتصل بهم لأن أخوها تعرض للتنمر من قبل طلاب المدرسة الإعدادية، وهي شكرته لأنه ساعد أخوها وهو تفاجأ من جمالها ونقائها وتلك الهالة الجميلة التي تحيط بها، وقال هذا ما يسمى بطالبة جامعية. بعدها أعاد لهم الحقيبة وقال لكوتا ألا يذهب إلى الأماكن الفارغة لوحده وإلا سوف تقلق عليه أخته، لذا عليه أن يحترس في المرة القادمة. لتقول البنت لأخوها أنه محظوظ لأنه أنقذه شاب لطيف، وهو عاد للمنزل ولا زال يفكر في أنها قالت له شاب لطيف. بعدها استيقظت الأسدة وقالت له أنها تريد فطور كالمعتاد، ليقول لها هل تعتقدين نفسك في مقهى؟ لكن عندما لاحظ أنها سوف تغضب قرر أن يذهب ويحضر الفطور لها، وبدأوا يتحدثون عما يفعلها الآن وأنه يشتغل في مكتبة والعمل فيها سهل جدا عكس العمل في المتاجر الأخرى. بعدها هي قالت له أنه سمعت بأنه تلقى دعوة للانضمام إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ليقول له هو كيف سمعت بالأمر؟ هل من شينوميا؟ لترد عليه هي شيء من هذا القبيل، والأهم من ذلك ما نوع العلاقة التي بينكم؟ ليقول لها هو أنه يعتقد أنه كالأخ الأصغر بالنسبة لها. لتسألها هي هل سوف ينضم للجنة؟ بحسب معلوماتها كانوا يريدون زيادة الأعضاء الذكور منذ فترة طويلة، ليقول لها أن ذلك مستحيل، لكن هي قامت بدعوته لمجلس الطلاب وهو تفاجأ من ذلك، لتقول له أنها لا تريد أن تعهد بمكانها إلى شخص لا تعرفه، بالإضافة إلى أنه جيد في الأمور الإدارية. ليقول لها أنت جد حقا، لكن هي لم ترد عليه وغادرت، وهو ذهب لعمله في المكتبة وتفاجأ أن تلك البنت الجميلة التي التقى بها عندما جاءت عند أخوها البارحة جاءت اليوم وشكرت مرة أخرى على مساعدتهم، وقالت له أنه في المرة السابقة كانت مرتبكة لهذا عادت لمنزلها فورا، لكن لاحظت أن هذا متجر كتب مستعملة وهي تظن أن وجود متجر كهذا بالقرب من منزلهم أمر جيد جدا. ليقول لها هل أنت تسكنين بالقرب من هنا؟ لتقول له أجل، وأنا سعيدة لأنني تعرفت على عامل يعمل في المكتبة التي هي بالقرب منا.
ليقول لها هو بل العكس أنا السعيد بذلك، ولأنها تبدو ناضجة ينتهي دائما بها الأمر متوتر، لكن هي قالت له أن هذه هي أول مرة التي تسمع فيها الشخص ما يخبرها أنها تبدو ناضجة، لأنه قبل فترة ليست بالبعيدة قالوا لها أنها تبدو طفولية طول الوقت. ليقول لها أنها لا تبدو كذلك على الإطلاق. بعدها جلسوا وبدأوا يتحدثون عن المدرسة التي تدرس فيها البنت وعن الثانوية التي يدرس فيها ساغو. بعدها شكرتها على ذلك الموقف الذي قام به مع أخوها، وقالت له أنها فعلت كما أخبرها وتحققت من حقيبته، لكن لم يكن هناك أي علامة ضرر عليها، لهذا شعرت بالارتياح. ليقول لها هو أنه سعيد لسمع ذلك، وسألها عن حالته هل لا زال خائف أو شيء من هذا القبيل، لتقول له أنها لا تعتقد ذلك لأن وجوده بالقرب كان له تأثير كبير عليه، وهو يلعب الآن في الخارج كل يوم على غير العادة. ليقول لها أنه سعيد بسمع ذلك، لتقول له أن هذا الشيء محرج لكنها أيضا لم تتحدث مع رجل كثيرا من قبل. بعدها جاء صاحب المكتبة وهي قالت له أنها آسفة لأنها أخذت من وقتها الكثير. بعدها أخرجت له هدية وقالت له أنا ذلك لتشكره على ذلك اليوم، وهو مجرد شيء صغير جدا. بعدها سألت هل سوف يكون على ما يرام إذا جاءت مرة أخرى لتزوره، ليقول لها بل العكس سوف يكون سعيد جدا بذلك. بعدها هي غادرت وهو دخل لكي يفتح تلك الهدية، لكن وجد أنه منديل، لكنه يبدو منديل بأن ساساكي جاءت عنده ليقولها هل أنت ذاهبة إلى الجامعة، لتقول له بل العكس هي ذاهبة إلى المكتبة، لكن هي مرت بجانب المحل وكانت تريد أن تتحدث معه. بعدها هو لاحظ تلك القلادة التي في يدها ليقول لها أنها قلادة جميلة، لتقول له هي أنها قلادة مصنوعة يدويا صنعتها في إحدى المرات، ذهبت هي ووالدها للمتجر وقامت بصنعها باستخدام لآلئ البحر. ليقول لها هو مع نفسه أن فتاة تدرس في الجامعة لديها علاقة جيدة مع أبوها وأخته، عندما كانت في الابتدائية قامت بفصل ملابسها عن ملابس كل من في المنزل. بعدها هو قال لها أن تريه مكان المتجر وهي اقتربت منه، لكن هو شعر بالخجل، لكن هي تريد أن تريه مكان المتجر، وهو قال أن الأشياء التي تصنع يدويا تجعلها أكثر أناقة وأكثر قيمة، وكان يقول مع نفسه أن عيد ميلاد آيكا اقترب، وهو كان دائما يفكر في ماذا سوف يقدم لها في عيد ميلادها كهدية، وهذه فرصة جيدة ليصنع لها هدية بنفسه. بعدها هو عرض على ساساكي أن تذهب معه إلى ذلك المتجر وهي وافقت، لهذا خرجوا في نزهة معا، لكن هي كانت متوترة بسبب ملابسها، فهي ترتدي ذلك النوع من الملابس عندما تأتي لزيارته فقط، هي ليست معتادة على الخروج بهم. ليقول لها ما نوع الملابس التي ترتديهم عادة، لتقول له أنها كانت ترتدي الملابس التي كانت ترتديهم في المدرسة الابتدائية، لكن هو لم يستطع أن يصدق وقال هل حقا سوف يتناسب مقاسها الحالي مع الملابس التي كانت ترتديهم عندما كانت في المدرسة الابتدائية، وسألها هل أصدقاؤها لا يقولون أي شيء بخصوص ذلك، لتقول له أن الجميع يخبرها بذلك كلهم لديهم نفس الرأي ساغو، لكن هي تفضل تلك الملابس لأنهم يبدون ظريفين عليها. ليرد عليها هو أنه من الجميل أن تحافظ على أغراضها لفترة طويلة. في تلك الأثناء آيكا وأختها إيري وأشيدا كانوا جاهزون ليذهبوا للبحر، وفي طريقهم مروا على ساغو لكي يكلفوا بمهمة حمل الحقائب، لكن الحقيقة هي أنهم كانوا يريدون أن يذهب معهم للبحر لكن لم يجدوه، وكانوا يظنون أنه سوف يكون في عمله بدوام جزئي، لهذا قرروا أن يذهبوا للبحر. في تلك الأثناء هو كان مع ساساكي في البحر ليتجه بعدها إلى ذلك المحل الخاص بالحرف اليدوية، وهو كان يشعر بالتوتر، لتقول له هي لا بأس فأنا أتيت إلى هذا المتجر من قبل، وقرروا أن يدخلوا، وكان المتجر جميل جدا، وكان هو الرجل الوحيد في ذلك المحل والذي جعله يشعر بتوتر أكبر. بعدها ألقى نظرة على المتجر ووجد الكثير من الصدف واللآلئ، لكن عليه أن يأخذ صدفة خام ويقوم بتقطيعها، والصدفة صلبة جدا وهو كان يظن أن الأمر أشبه بصنع طوابع في الصف، لكن هي أصعب من ذلك بكثير، لهذا قرر أن يجلس ويصنع شيء ما لأنه قطع كل هذه المسافة لا يجب أن يعود بدون أي شيء. ومديرة المتجر سألت ساساكي ما الذي تريد أن تصنعه، لتقول لها أنه في المرة السابقة صنعت سوار، لهذا هي تفكر هذه المرة أن تصنع قلادة. وسألت بعدها ساغو ما الذي يريد أن يصنعه، لكنه لحد الآن لا زال مشوش ولا يعرف ما الذي عليه أن يصنع وكيف سوف يصنع. لتسأل صاحبة المحل هل هذا الشيء سوف تصنعه كهدية، ليقول لها أجل هدية. لتسأل هي هل لبنت، ليرد عليها أجل هو لفتاة، لهذا هي قررت أن تسهل الأمر عليه وأعطتها الأشياء التي سوف يحتاجها لو كانت الهدية لفتاة،
لتسأل ساساكي هل هذه البنت هي البنت التي يحبها، ليقول لها أجل هي هدية عيد ميلاد لها، لكن هي ليست حبيبتي لأنه حب من طرف واحد فقط. لتقول لها هي إذ كنت لن تخرج معها فلماذا سوف تصنع لها شيء كهذا، ليقول لها ليس الأمر وكأنني لم أعد أحبها أو حبي لها قد اختفى، فبالرغم من أنها قامت برفضي ولن أستطيع أن أخرج معها لكن هذا من أجل إرضاء نفسي، سيكون عيد ميلاد الخاص بها حجة لكي أقدم لها هدية، وإذا ابتسمت سوف أكون محظوظ على ما أعتقد. لترد عليه هي لا يوجد أي أحد لن يكون سعيد باستلام هدية من شخص ما على ما أعتقد. بعدها هو قال مع نفسه لا حرج في أن يعطيها شيء يظن هو أنه سوف يناسبها حتى لو لم يعجبها، فالأكثر أهمية هو أنه قدم لها هدية. في تلك الأثناء هي كانت مع أختها وصديقتها يلعبون في البحر وكانوا يقضون وقت ممتع. بعدها وهم جالسون يرتاحون لاحظوا أن هناك متجر جميل بالقرب منهم ويقال عنه متجر الحرف، لهذا قرروا عندما ينتهون سوف يذهبون لكي يصنعوا شيء كتذكار لهذا اليوم. في تلك الأثناء ساغو كان يصنع الهدية لكن لاحظ صورة لبنت تشبه ساساكي وسألها هل لديها أخت صغرى، ولما نظرت للصورة قالت له أن تلك الصورة هي خاصة بها مع والدها عندما جاءوا هنا آخر مرة. ليسألها هو هل لديك هواية في ارتداء الأزياء التنكرية، لتقول له لا ذلك هو الزي الرسمي لمدرستها المتوسطة. هو في تلك اللحظة صعق لأنه كان يتوقع من أنها تدرس في الجامعة، لكن هي ليست طالبة جامعية بل طالبة في المدرسة المتوسطة، يعني هو أكبر منها لأنه هو يدرس في الثانوية. بعدها بدأ يقطع في تلك الصدفة الصلبة لكن كانت صلبة لدرجة جعلتها يشعر بالتعب، لكن ساساكي بدأت تشجعه لهذا هو قرر أن يبذل قصار جهده لينهي القلادة التي يريد أن يصنعها، لكن لا زال يفكر في كيف يمكن لبنت كساساكي أن تكون في المدرسة الإعدادية، هي تبدو كبيرة جدا. وقال أن فتيات الإعدادية هذه الأيام مثيرات للإعجاب بشكل خطير جدا. بعدها استطاع أن ينهي عمله وقال لها أنه آسف لأنه جعلها تنتظر، لم يتوقع أن الأمر سوف يكون بهذه الصعوبة، لتقول له أنها كانت تستمتع بذلك. لهذا هي على ما يرام. بعدها سألتها بخصوص ما كانوا يتحدثون عنه سابقا لأنه قال بأنه تخلى بالفعل عن محاولة أن يكون مع تلك الفتاة التي يحبها، ليقول لها نعم أعتقد ذلك. لتسأل هي بما أنك تخليت عنها لماذا أنت قادر على بذل قصار جهدك من أجل أن تصنع لها هدية، ليرد عليها أن الأمر غريب قليلا لكنه إن كان الأمر من أجلها يجعله ذلك يبذل قصار جهده، لكن ربما هي لن تفهم الأمر حتى تقع في الحب وعندها سوف تفهم الشيء الذي يحس به ساغو. لكن هي توترت وقالت له أي نوع من الأشياء هو الحب، ليقول لها أنه ليس شيء ممتع بشكل خاص بالإضافة إلى أنني أيضا أريد أن أعرف ما الذي يعنيها الحب، لأنه بالرغم من مرور عامين ونصف منذ أن أعجبت وأحببت آيكا ما زلت أبحث عن الإجابة. وساساكي كانت معجبة جدا بكلام ساغو. بعدها هم قرروا أن يلتقطوا صورة تذكارية قبل أن يغادروا لتأتي آيكا وصديقتها وأختها، لكن مديرة المحل قالت لهم أن الأعمال اليدوية لهذا اليوم قد انتهت لكن يمكنهم أن يلقوا نظرة عن المحل. ولما دخلوا أعجبهم المحل، وآيري عندما نظرت للصورة وجدت صورة ساغو وساساكي لكن آيكا وصديقتها لم يروا تلك الصورة. بعدها خرجوا وذهبوا للغداء. آيكا رأت ساغو وساساكي لكن رأتهم من الخلف، لم تكن متأكدة من أن الشخص الذي رأته هو ساغو أو شخص يشبهه فقط. لتأتي أصيدة ولاحظت أن آيكا مشوشة، لتسألها ما الذي حدث، لتقول لها آيكا أنها رأت شخص يشبه ذلك الشخص الذي يتحدثون عنه، يعني كانت تقصد ساغو، وكانت تتساءل هل هو حقا في عمل بدوام جزئي. لتقول لها أصيدة ربما هو الآن في موعد غرامي، لكن آيكا في تلك اللحظة صعقت وقالت لها من بين الجميع هو سوف يخرج في موعد غرامي مستحيل. وهو في تلك الأثناء كان في طريق العودة، لتقول له ساساكي أنها آسفة لأنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من تلك القطعة، ليقول لها أنه لا بأس فهو أيضا لا يستطيع أن يبقيها معه لوقت متأخر. لتقول له هي أنها تتمنى لو لم يكن لديها حاضر تجول في الليل، ليرد عليها هو أن والدها سوف يشعر بالقلق تجاهها لهذا يجب ألا تتأخر، وهي قالت له أنهم سوف يعودون للمتجر مرة أخرى، ليقول لها هو بطبيعة الحال سوف نعود له وفي ذلك الوقت سوف أحضر لك هدية، وهي كانت سعيدة جدا بذلك. بعدها صعدوا للحافلة وهي سألت هل هي أيضا عندما تصبح طالبة في المدرسة الثانوية سوف تقع في الحب، لأنها عندما تفكر في الأمر تشعر بالخوف قليلا، وهو بدأ يضحك ليقول لها أنه سوف تكون بخير لكن يجب أن تكون متحمسة لذلك وليس خائفة. لتقول له هي لأنك أكبر مني فقط لديك معرفة في هذا المجال، ليقول لها أنه غير مهم القلق بشأن التوقيت
يمكن أن يأتي الحب في أي لحظة وأي وقت، لهذا لا يوجد أي فائدة من أن تقوم بالاستعداد له لأنه يأتي بشكل مفاجئ. هذا هو الحب، لأنها كانت تفكر كثيرا كيف سوف يحصل ذلك ومتى وكيف عليها أن تتعامل مع الأمر، لهذا ذلك التفكير الزائد جعلها تشعر بالخوف. وعند سماعها لكلام ساغو اطمأنت، ولأنها كانت متعبة كثيرا نامت، وهو لم يريد أن يوقظها حتى يصلوا إلى المحطة. بعدها أخرج هاتفه ووجد نفسه داخل مجموعة لم يعرف من أدخله لها، وكتبت له قصيدة: لم نجدك لكي تذهب معنا لكن أنت محظوظ، وأرسلت له الصور التي التقطوها في البحر، وهو كان مصدوم لرؤية آيكا في ملابس السباحة، بالإضافة إلى أنهم كانوا في ميشيروهاما وهو المكان الذي كان فيه مع ساسكي. لكن جاءت بنت، وهو عندما نظر لها قال أن ذلك الوجه رآه في مكان ما، وتذكر أنه رآه في القسم شخص يدرس معه، وطلع أن البنت جاءت من أجل العمل لأنها رأت ملصق التوظيف وهي اسمها مينا، وصاحب المتجر قابل بتوظيفها لهذا أخذها لكي تلتقي بزوجته، بالإضافة إلى أنها زبونة منتظمة عندهم، لهذا هم يعرفونها من قبل وكانوا سعيدين لأنها جاءت لكي تعمل عندهم. بعدها قاموا بضبط توقيت العمل وفي الغد جاءت لتشتغل، وهو عندما وصل وجدها وصلت قبله وقال أنه بما أنها هي الكوهاي في العمل يعني هي الشخص الجديد، وهو يعتبر السينباي لأنه الشخص صاحب الخبرة والقديم في العمل. قال أنه لا يجب عليه أن يستخدم اللغة الرسمية لكي يصبح الجو جيد بينهم، بالإضافة إلى أنها تجلس بجانبه في القسم، لهذا قال لها صباح الخير، ولاحظ أن صوتها هادئ جدا وقال لها أنت هي أتشينوسي التي تجلس بجانبي في الصف، لم نكن نتحدث كثيرا لكنني أتطلع إلى العمل معك. لكن ردود فعلها كانت بطيئة جدا، ليأتي صاحب العمل وقال لساغو أنه الآن هو سينباي في العمل، لهذا عليه أن يعتني بمينا باستثناء العمل، شق عليه أن يقوم بالشرح كيفية العمل لها، وبدأوا مباشرة في العمل. وأول شيء قاموا به هو إلقاء نظرة عن الكتب التي تم بيعها بالأمس لكي يقوموا بتنظيم الرفوف، وهو عمل سهل جدا. بعدها بقى العمل مع الزبائن وقال لها أن الأمر سوف يكون سهل لأن المتجر مفتوح الآن ويمكن أن يأتي الزبائن في أي وقت، لكن عملها الآن هو أن تبقي كل شيء منظم كما هو الآن، وهو سوف يتولى الأشياء المرتفعة التي لن تصل لها، وسوف يتعامل مع الزبائن لذا يمكنها أن تكون بالقرب من الطاولة الخاصة بسجلات وتراقب الوضع. ومن حسن الحظ جاء أول زبون للمتجر وقال لها أنه سوف تفهم أمر خاص جدا، وهو أن هناك الكثير من الزبائن الذين يأتون ويتصفحون الكتب فقط ويغادرون، وهي بعبارة أخرى كما يقولون في اللهجة المغربية لمشري تنزه، لهذا هو طلب من مينا أن تذهب وتلقي نظرة على المواضع الخاص بالأزرار الموجودة على طاولة السجلات. لكن بمجرد أن وصلت للطاولة ذلك الزبون جاء ومعه كتاب الذي يتحدث عن كتاب اليابان العظماء، وساغو تفاجأ وقال أنه حقا يقوم بشراء، ليقول ذلك الزبون لمينا أنه عدم امتلاكهم ليوكيو ميشيما هي وصمة عار على متجر الكتب المستعملة، وهي شعرت بالضغط لأن ذلك الزبون بدأ يتحدث كثيرا عن أشياء غير مفهومة، لهذا تدخل ساغو وقام بحل الموضوع وقام بتغليف الكتابان وأخذ ثمنهم وأنهى الصفقة بنجاح، ليقول لها أنه مع هذا النوع من العملاء طالما أنها لا تتخلى عن حضرها فسوف تتدبر أمرها جيدا. لكن هي فزعت وكانت مرعوبة حتى أنها بدأت في البكاء، لهذا طلب منها أن تذهب للغرفة الخلفية لترتاح، وطلب من زوجة صاحب المتجر أن تذهب عندها وهو أكمل عمله. لكن في نفس الوقت كان يتساءل هل يمكن تكليف مينا بهذا العمل لوحدها بمجرد أن يستقل، لأنه هي لديها مشكلة في التواصل حتى مع الأشخاص الذين يعملون معها، فما بالك أن تتواصل مع الزبناء، لهذا قال أنه سوف يقوم بمناقشة هذا الأمر مع صاحب المتجر لأنه من الممكن أن تكون لديه فكرة جيدة، لهذا ذهب عنده وقال له أنه بالنسبة لهذه الوظيفة بدوام جزئي من المهم أن يجد شخص يتمتع بالمهارة اللازمة للتعامل مع الزبائن مثل ذلك الشخص الذي جاء قبل قليل، لهذا أنا أعتقد بأن مينا غير مناسبة لهذا العمل. لكن صاحب المتجر قال له هل تحكم عليها من مظهرها فقط؟ ليرد عليه إذن في هذه الحالة أن تقول بأنك سوف تعتني بها، ليقول له صاحب المتجر أن مينا هي زبونة منتظمة لطيفة لهذا المتجر، ليقول ساغو مع نفسه أن مينا في المدرسة دائما كانت لوحدها. لكن هناك صاحب المتجر الذي يهتم حقا بأمرها، بالإضافة إلى أنها تعتبر زبونة منتظمة لهذا المتجر وهي تعتبر هذا المتجر مكانها المفضل، لهذا لا يجب أن يسمح بحدوث أي شيء ينتهي بكرهها لهذا المكان، وكذلك من أجل الرجل العجوز، لهذا ذهب عندها وقال لها هل يمكنك أن تستمعي لي قليلا، وقال لها أن ذلك الزبون سابقا
كان شخص غريب، بالإضافة إلى أنها لن تتمكن من التعامل مع الزملاء بالطريقة التي تريدها في البداية، لهذا قد يكون من الضروري أن تعاني كثيرا مع الزبائن، وذلك بسبب الخوف. لهذا بالنسبة لهؤلاء العملاء من المفيد التحدث معهم بنبرة تافهة، لأنه إذا جعلتهم يعتقدون بأنك لا تستطيعين أن تفهمي الكلمات الصعبة سوف يصمتون. وسألها هل يمكنها فعل ذلك، لأنه بالرغم من أنها لا تجيد التحدث بوضوح عادة، لكن هل يمكنها إظهار أنها شخص كفوء عندما تكون في هذا العمل؟ لكن إذا كانت لا تستطيع فعل ذلك فهذا لا يعني أنها ليست مؤهلة، بالإضافة إلى أنه عليها أن تكتفي بالمصروف الذي يخصصه لها ولديها، ولا تجبر نفسها لهذا الحد على العمل بدوام جزئي. لكن في نفس الوقت كان يقول أن عليه أن يصمت، لأنه لا يجب عليه أن يقول لها كلمات قاسية كهذه ويقوم بحرمانها من الخيارات، لأنه قال لها إذا كنت لا تستطيعين فعل ذلك لا يجب أن تجبري نفسك أن تشتغلي وأن تكتفي بالأموال التي لديها. لكن هذا يعني أنه يقول لها أن تستقيل بطريقة لطيفة، لكن هي قالت له أنها لا تريد ترك العمل، وقالت أنها سوف تتدبر أمرها حتى تتمكن من القيام بذلك، لهذا من فضله ألا يجعلها تستقيل. ليقولها هو أن ترفع رأسها، فكما تعلم هو مجرد عامل بدوام جزئي لا يستطيع أن يجعلها تستقيل. لهذا جاء سيد المتجر وسألهم ما الذي حصل، ليقول له ساغو أن مينا لن تستقيل وسوف تبذل كل جهدها غدا. ليقول لهم صاحب المتجر أن العمل اليوم انتهى، يمكنهم أن يعودوا لمنازلهم وسوف يلتقون مرة أخرى غدا. بعدها هو عندما عاد للمنزل وتفقد هاتفه وجد الكثير من الرسائل التي أرسلوها في المجموعة التي أنشأتها أشيدا وآيكا وساغو، وكانوا يقولون بأنه يتجاهلهم، وآيكا قالت أنه يستغل في الوظيفة بدوام جزئي، وكانوا يقومون بمحادثة فيديو وكانوا يتحدثون عن أشياء تخص البنات. بعدها أشيدا قامت بإرسال دعوة لساغو لينضم للمحادثة، لهذا آيكا قامت بإغلاق الصورة بسرعة لكي لا يراها، لتقول له أشيدا أنه يبدو متعب، ليرد عليها أنه هو أيضا لديها الكثير من الأمور، وطلب نصيحة منهم وقال لهم أنه اليوم في العمل بالدوام الجزئي جاء الفتاة تنحني على الأرض. وهم تفاجأوا كثيرا وسألوه ما الذي حدث بالضبط، ليقول لهم أنه البنت الذي تشتغل معه شخص خجول جدا وحصلت مسألة لها اليوم وهو لم يكن يراعي شخصيتها أبدا. لتقول له أشيدا بعبارة أخرى كان الأمر خطأك، لتقول له آيكا أنه يمكنه أن يخبرهم بالأمر بشكل كامل، ليخبرهم هو بالأمر كله. ليقول لهم بعدها أن الأمر الذي يقلقها الآن هو ما الذي عليه أن يفعله ابتداء من الغد، لتقول له آيكا أنه عليه أن يتساءل الآن إن كانت تلك الفتاة سوف تأتي غدا أو لا. وأشيدا قالت أنها تراهن بأن تلك الفتاة لن تأتي غدا، وهو شعر بالذنب، لتقول له آيكا أن الخطأ ليس خطأه، لأنه في المقام الأول إن كانت تلك الفتاة قادرة على التواصل بشكل جيد وصحيح لم يكن ليحدث كل هذا، لأنه باعتبارها السينباي الخاص بها في العمل هو كان يحاول أن يدفعها للأمام. ليرد عليها هو أعتقد ذلك أن كلامك صحيح حقا. وأشيدا عندما لاحظت أن الحديث سوف يصبح أطول بين آيكا وساغو قررت أن تعمل انسحاب تكتيكي من المحادثة لتتركهم لوحدهم، وقالت أنها سوف تذهب للاستحمام. لهذا هم استمروا بالحديث، وهو سألها عن أحوالها مؤخرا لأنها منذ أن بدأت العطلة الصيفية لم يرها وهي فترة طويلة جدا. بعدها هو سألها لماذا قامت بإيقاف تشغيل الفيديو الخاص بها، لتقول له أنها خرجت للتو من الحمام. بعدها قالت له بخصوص تلك المشكلة التي تعاني منها عليك أن تتأكد من أن تستمع للبنت جيدا، وهو شكرها على النصيحة وأغلق الخط. وفي الغد التقوا في العمل، هو اعتذر منها عما حصل البارحة. بعدها لاحظ أنها تبدو متحمسة جدا وأداؤها أفضل من البارحة حتى أنها أصبحت جيدة في التواصل. بعدها الزبون جاء مرة أخرى، لكن هي بسرعة قالت أنها سوف تتكفل بالأمر وذهبت للاستقبال، وجاء ذلك الزبون عندها وأحضر معها الكتاب الذي يشتريه وقامت بعمل جيد معه وسال ذلك الكتاب بنجاح. وساغو قال لها أنها تبدو مختلفة تماما عن الأمس، بعبارة أخرى هي مذهلة اليوم، لتقول له أنها قامت بمشاهدة الكثير من مقاطع الفيديو عن كيفية التعامل مع الزبناء. ليقول لها أو أن هذا أمر جدير بالثناء وعليها أن تحافظ على هذا الزغم من أجل مواصلة التعامل مع الزبناء، وهي كانت سعيدة جدا بالتقدم الذي قامت به. ليقول لها هو مع نفسه نظرا لحالتها اليوم لا تبدو أنها تريد الاستقالة، بالإضافة إلى أنه لا يريد أن يدخل أنفه في ظروفها العائلية، لكن متى بعدم رغبتها في الاستقالة وفي الاستراحة قال أن هذه هي الفرصة التي
عليه أن يستغلها ليتحدث معها، وقال لها أنها جاءت اليوم، لكن في نفسه كان يقول أنه غبي لأنه يبدو كما لو أنه يسخر منها، لتقول له أنها لا تريد الاستقالة، ليقول لها لماذا أنت مصرة على هذا العمل، لتقول له أنها تريد أن تصبح مستقلة، ليرد عليها أن هذا الشيء رائع. هو أصلا لم يفكر في شيء كهذا لأن الأمر مبكر قليلا، لأنهم لا زالوا في السنة الأولى في المدرسة الثانوية، لتقول له أنها تريد أن تفصل نفسها عن أخوها الأكبر والذي هو عضو في لجنة الانضباط والأخلاق في السنة الثالثة، وهو تذكر ذلك الشاب الذي يشبه مينا وقال أنها لا تشبهه أبدا لا في الشكل ولا في الحجم، ليسألها هو لماذا تريد أن تفصل نفسها لأنه لابد من أنها محبوبة ومدللة عند أخوها، لكن هو قال مع نفسه أن عليه أن يتوقف الآن لأنه بدأ يدخل في أمور شخصية وهي ليست صديقة مقربة له لتلك الدرجة لكي تتحدث معه بخصوص أمور تخص عائلتها، لكن هي قالت له أنها تحب أخوها كثيرا، لكن أخوها تعرف على بنت وبدأ بعد ذلك الوقت الذي تقضيه مع أخوها يتناقص، وذلك يزعجها حتى أنه في أحد الأيام أحضر تلك البنت معه إلى المنزل وقامت بطبطهم وهم يقومون بأشياء لا يمكن قولها، لهذا هي تظن أن تلك البنت سوف تقوم بسرقة أخوها منها، وهي خائفة من أنه سوف يأتي وقت لن تجد فيه أي دقيقة تقضيها معه عن السبب الذي هي تريد من أجله أن تصبح مستقلة عن أخوها الأكبر، لأنه في أحد الأيام جاءت للمنزل ووجدت حذاءين وأدركت على الفور أنه واحد لأخوها والثاني لصديقته يوري، وفي تلك اللحظة لم تكترث لما سيقولها الناس عنها وتوجهت بسرعة لغرفة أخوها الأكبر ولم تطرق الباب، فتحت الباب مباشرة، بعد ذلك وجدت أن يوري مائلة باتجاه أخوها الأكبر وكانت تقبله، ليعرف بعدها أن الأمر أصبح أصعب بالنسبة لها لأنها لا تستطيع مواجهة أخوها الأكبر، لهذا شعرت أن عليها أن تفعل شيء ما، لهذا جاءت للعمل بدوام جزئي في متجر الكتب المستعملة، لهذا سيكون من الصعب عليها أن تترك هذا العمل، لهذا هو فهم الأمر وقال لها أن عليها أن تبذل قصار جهدها، وهي كانت سعيدة جدا وشعرت بحافز أكبر للعمل وكانت تعمل بشكل جيد جدا، حتى أنه أصبح هناك تنسيق بينها وبين ساغو، لكنها ليست متأكدة من قدرتها على التعامل مع الزبائن، ليقولها هو إذا جاء الزبائن سوف يتعامل معهم هو، لهذا هي في البداية يمكنها أن تكتفي بالمشاهدة فقط، وبالفعل لكن كانت ساساكي هي أول زبون عندهم، لهذا ساغو استغل الفرصة وعرف ساساكي بإتشينوسي وقال لها أنها عاملة جديدة وهي زميلته في الصف، وهو كان يريد أن يجعل إتشينوسي تتعامل مع ساساكي لأنهما يشبهان بعضهما البعض من ناحية قراءة الكتب، لهذا ساساكي سألت إتشينوسي هل لديها أي رفاق يقرؤون الكتب، لترد عليها أنه هي أيضا تقرأ الكتب، بعدها بدأوا يتحدثون عن نوع الكتب التي يقرؤونها، لتقول إتشينوسي أنه ليس لديها أي تفضيلات معينة، تقرأ الكتاب إذا جذبها عنوان الكتاب أو غلافه، لترد عليها ساساكي إذا أنت تحبين الكتب بحد ذاتها وهذا رائع، وسألتها عن كتابها المفضل وتصنيفها المفضل، لهذا أتمنى أن تجيبوا أنتم أيضا عن هذا السؤال، ما هو كتابكم المفضل وتصنيفاتكم المفضلة أو ما هو الكتاب الذي أحببتم قراءته، بعدها ساساكي سألتها عن المدة التي تقرأ فيها الكتاب لتقول لها أنه ليست جيدة لأنه يأخذ معها الكثير من الوقت لتقرأ كتاب واحد، واستمروا في الحديث حتى عاد ساغو، لكن لم يجد أن هناك الكثير من الزبائن يأتون لهذا، سوف يكون من الصعب أن تتدرب إتشينوسي على التعامل مع الزبناء، لهذا قرر أن يعمل محاكاة صغيرة يلعب دور الزبون وإتشينوسي عليها أن تتعامل معه، وهو كان يحاول أن يقلد الكثير من الزبائن، وساساكي كانت معجبة بالأمر وأعجبتها فكرة العمل بدوام جزئي، ليقولها هو أنه جاء دورها لكي تقوم بدور العميل الذي يبدو مزعجا، لكن الحقيقة هي أن الشخص الجميل ذو الطباع الجيدة لا يمكن أن يكون سيء حتى لو كان تمثيل، لأنه شخص جيد في جيناته، وهذا ما حصل مع ساساكي، لم تتمكن من أن تكون سيئة، كانت لطيفة حتى وهي تحاول أن تكون سيئة، بعدها لما غادرت ساغو قال أنه لم يأتي أي زبون غير ساساكي اليوم، وهذا شيء عادي لأنه هناك أيام كثيرة تمر هكذا، لكن من الجيد أنك تقربت من ساساكي، وحتى عندما أستقيل أنا سعيد لأنه يبدو أنه بإمكانك التحدث معها، لكن هي تفاجأت عندما سمعت أنه سوف يستقيل، ليقولها هو أنه هو كان سوف يستقيل، لهذا كان هناك ملصق توظيف جديد، ألم تعلمي بهذا؟ بالإضافة كما ترين هذا المتجر لا يحتاج لشخصين، لهذا لا أعرف إن كان بإمكانك خدمة هدفك، لكني آمل أن تسمحي لي بالاستمرار بكون سينباي الخاص بك حتى أستقيل، وهي شكرتها على ذلك لكن كانت تبدو حزينة، بعدها انتهى وقت الدوام وهو كان يفكر في أنه بعد
انتهاء العطلة الصيفية ربما سوف يصبح غريب عن إيتشينوسي مرة أخرى. وعندما وصل للمنزل جاءته رسالة في المجموعة التي فيها آشيدا وآيكا وهو، وسألت آشيدا عن البنت التي تعمل معه بدوام جزئي، ليقول لها لقد استمع إليها، يبدو أنها تريد أن تصبح مستقلة، وبدأوا يتحدثون عنها وعن جديتها في هذا القرار. بعدها جاءت اللبوءة أخته وطلبت منه أن يجهز لها الفطور، وهو لا يرفض لأخته طلب، قام بتجهيز الفطور لها. بعدها مر ذلك اليوم وفي الغد عاد للعمل وبدأ يدرب إيتشينوسي على الكثير من الأشياء التي يجب عليها أن تقوم بها عندما يستقيل هو. بعدها علمها كيف تقوم بتغليف الكتب، لكن لاحظ أنها ممتازة جدا في التعامل مع الكتب، لأنه في الأول كان يجب عليه أن يتقن مهارة أكثر لكي يكون أكثر حرصا مع البضائع، لكن هي لديها هذا الشيء فطري وهذا جيد جدا. بعدها هو لاحظ أنه أصبح يتحدث معها بشكل جيد وهي لم تعد متحفظة تجاهه. بعدها انتهى ذلك اليوم، عندما خرج التقى بأخوها، وحتى هي عندما خرجت تفاجأت من الأمر، ليقول لها هو أنه يوجد صعوبة في تعقبها، لم يجد هذا المتجر إلا بصعوبة كبيرة، حتى أنها طلبت من والدتهم ألا تخبره بمكان عملها. بعدها قال أن توقيته مثالي، لأنه على ما يظن خرجت للتو من العمل وكان يحاول أن يلمسها، لكن هي لا تريد ذلك واختبأت خلف زوجه، لهذا أخوها طلب منه أن يتنحى جانبا، لكن هو كان يفكر في أن البنت تختبئ خلفه وتنظر له، لكن يتساءل عن سبب رفضها للتحدث مع أخوها. وأخوها كان يقول لها أنه سوف يعتذر عن خطأه لأنه لم يفكر في مشاعرها وكان يعتذر منها، وساغو كان يفكر في أنه عليه أن يفعل شيء ما، وطلب منه أن يذهبوا لمكان بارد قليلا لكي يتحدثوا بهدوء، ليقول له أخوها أنه ليس وقت ذلك لأنه يريد أن يتحدث مع أخته. ليرد عليه ساجو، هل أنت تريد أن تبقى أختك الصغيرة معرضة لأشعة الشمس الحارقة؟ لهذا قرروا أخيرا أن يذهبوا لمكان بارد لكي يستريحوا قليلا ويتحدثوا بكل هدوء، وذهبوا لمقهى كان قريب منهم وجلسوا يتحدثون. وأخ إيتشينوسي طلب من أخته أن تسامحه لأنه يعرف بالفعل خطأه. ليتدخل ساجو وقال له، هل تعرف السبب الذي دفع أختك الصغرى إلى العمل بدوام جزئي؟ ليرد عليه أنه لم يسمع ذلك منها مباشرة، لهذا لا يعرف السبب بالضبط، لكنه يفهم جوهرها الآن. وهذا الأمر فاجأ ساجو وسأله، ألم تتحدثوا مع بعضكم البعض طول هذه المدة؟ لهذا أخ إيتشينوسي طلب منها أن تسمع له، وهي وافقت على ذلك، ليقول لها أنه أخطأ لأنه أهملها عندما بدأ بالخروج مع يوري، لهذا يتمنى أن يعودوا كما كانوا من قبل. لتقول هي أن ذلك الوقت كان يقضيه مع يوري، لهذا سوف يجد صعوبة في أن يجد الوقت لهم معا. ليقولها هو أنها لن تتدخل في أشياء كهذه، لكن وأثناء تحدثهم جاءت يوري لأنها تظن أن المشكلة ليست بين إيتشينوسي وأخوها فقط، بل حتى يوري لديها يد في المشكل. لهذا يوري حكت لإيتشينوسي عن ما سمعته بأنها أخذت مكانها عند أخوها واعتذرت منها على ذلك، وقالت لها أنه بناء على شخصيتها العمل بدوام جزئي صعب جدا عليها، بالإضافة إلى أنهم يرون أن الأمر مبكر جدا بالنسبة لها. ليتحدث ساجو وقال لهم أن عليهم الاستماع لما سوف تقوله إيتشينوسي، وقال لهم أنها تقوم بعمل عظيم في المكتبة، بالإضافة إلى أنه أخوها بدأ يخرج مع يوري، وانتهى الأمر بمعاملة إيتشينوسي باستخفاف، وهي استغلت ذلك الفرصة للانفصال عن أخوها الأكبر، على ما أظن أن ذلك أمر طبيعي جدا. ليرد عليه أخوها أنه قد يكون كلامه صحيح، لكن أخته فتاة خجولة، لهذا لا يجب عليها أن تجبر نفسها على القيام بذلك. ليرد عليهم ساجو، كما تعتقدون أن عمرها؟ لأنه بالمعنى الحقيقي هي اختارت هذا الطريق من أجل تهنئتكم، وهل أنتم الآن تريدون أن تنتزعوا تلك الفرصة منها؟ بالإضافة إلى أنه لا يجب أن أكون أنا من يقول لك أن تفصل نفسك عن أختك الصغرى، لأنه الاعتقاد أن تكون أختك الصغرى بجانبك دائما هو أمر خاطئ، لأنه إذا انفصلت الأخت الصغرى عن أخيها الأكبر، هل هذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يضحكوا ويتحدثوا مع بعضهم البعض بعد الآن؟ لكن باعتبار سينباي الخاص بها في العمل بالدوام الجزئي والذي كنت فيه أراقبها عن كتب، وإذا سألتني عنها سوف أقول بأنها شخص جيد جدا في عمله وتعمل بكل طاقتها، لهذا أظن أنه بخصوص مستقبلها فعليك أن تنتظر الرد منها لكي تجيبك هي بكلمتها عن ما تريد أن تفعله. وبالفعل هذا جعلهم يحسنون علاقتهم قليلا وينتظرون منها الرد، وعندما غادروا هو قال لها أنه استطاع أن يشتري لها بعض من الوقت، وهي شكرتها على ذلك. بعدها سألته ألم تكن مخطئة، لأنه دائما كان يصحح لها عندما كانت تشتغل. ليقولها هو، كما تعلمين الآن نحن لسنا في العمل، لكن فيما يتعلق
بهذا الأمر إن كنت على حق أو على خطأ، أليس ذلك جيد بما أنك تعلمين ذلك؟ بعدها قال لها أنه لا يعلم ظروفها العائلية، لكن هو كان يراقبها في العمل، وبما أن أخوها جاء لكي يعيدها فذلك يبدو شيء منطقي للأشخاص المحيطين بها. لكن لو كان الأمر فعلا صحيح، لماذا أنت بذلت كل ذلك الجهد في العمل؟ لقد تم توبيخك من قبل العملاء وقمت بالاعتذار، حتى بالنسبة للأشياء التي لم تكن جيدة فيها فقد تغلبت عليها شيئا فشيئا، وكنت بدأت تتحسنين، وأنا كنت قد وصلت مشاهدتك طول تلك الفترة، وبلا شك وصلت بدل قصار جهدك، وإذا ذهب كل ذلك هباء فمن المستحيل أن أكون على ما يرام مع ذلك. وهي عند سماعها هذا الكلام امتلأت أعينها بالدموع، لكن كانت دموع السعادة. بعدها عادوا للمدرسة، وهناك التقت أيكا وساساكي لأنه لديهم اجتماع بخصوص الرحلات المدرسية التي تم تكليفهم بها قبل نهاية المدرسة. حتى ظهرت أختها الكبرى وطلبت منه طلب لا يمكنه أن يرفضه، وهو أن يساعد مجلس الطلاب في الأعمال اليدوية لأن لديهم نقص في اليد العاملة، لهذا من الضروري أن يساعدهم، بالإضافة إلى أنها لا تريد أن تبقى مدينة ليرينغ لأنه هي مدينة لها بسبب ساغو. وهو عندما لاحظ أن أختها مدينة ليرينغ بسببه قرر أن يقبل الطلب واتصل بشينوميا وطلب منها أن يساعدهم في الأعمال اليدوية. هي في الأول حاولت أن ترفضه بلباقة وقالت له أنهم سوف يتدبرون الأمر، لكن هو رد عليها أنه يريد أن يساعدهم لأنه يريد رؤيتها على المستوى الشخصي. هي شعرت بالإحراج عندما قال أنه يريد أن يراها شخصيا، لتقول هي أنها سوف تقبل عرضه لكن عليه أن يعرف أن العمل سوف يكون يدوي، وهو رد عليها أنه إذا كان ذلك لأجلها سوف تكون مثل قطعة الكعب. وبالفعل هي وافقت والتقوا في المدرسة. هي كانت متوترة جدا ومحرجة، ليسألها هو لماذا أنت محرجة؟ عليك التعامل معي كالسابق من فضلك. لترد عليه هل يمكنني أن أعتبر أنك سوف تنضم إلى لجنة الأخلاق والانضباط، ليقول لها هذه قضية والأخرى قضية مختلفة تماما، فهو جاء ليساعد فقط وهذا لا يعني أي شيء بخصوص الانضمام لأي لجنة من اللجنات. بعدها ذهبوا إلى المكتب الخاص باللجنة وهناك أخذ المهام التي عليه أن يقوم بها. لكن في الجهة الأخرى آيكا وهي في طريقها إلى خارج المدرسة سمعت صوت كصوت ساغو وبدأت تبحث عنه فعليا في كل المدرسة لأنها اشتاقت له كثيرا، حتى وهي تحاول إخفاء ذلك لكن لم تستطع لأنه لا يمكن أن تسمع صوت شخص ما وهو غير موجود. وبالرغم من ذلك استمرت في البحث عنه في كل المدرسة وفي الأخير وجدته لكن اصطدمت به، وهو اعتذر منها لأنه آلمها وهي قالت له أنه لم تشعر بأي شيء. بعدها اقتربت منه وقالت له أن رائحته مثل العرق لهذا لابد من أنه يعمل بجد، وهو تفاجأ عندما اقتربت منه وقال لها أنها كانت تبدو مستعجلة جدا لابد من أنه كان لديها أمر طارئ، لتقول له أنها كانت مستعجلة لأنها كانت تبحث عنه في كل المدرسة. هو تفاجأ مرة أخرى من أنها كانت تبحث عنه. بعدها جلسوا ليتحدثوا وجاءت حتى أصيدة وتحدثوا عن كثير من الأشياء التي حدثت لهم في العطلة. بعدها افترقوا وآيكا وساساكي كان عليهم أن يشتغلوا كمرشدين لطلاب المدارس المتوسطة لكي يروا المدرسة الثانوية قبل أن يذهبوا لها، ولهذا أنا دائما أقول أن المنهج الياباني جيد جدا عكس باقي المناهج في أي دولة أخرى، لأنهم يأخذون تلاميذ المدارس المتوسطة لكي يروا المدارس الثانوية قبل أن يلتحقوا بها أصلا، وبالتالي يكون عند التلاميذ نظرة عامة عن الثانوية التي سوف يذهبون لها قبل أن يذهبوا لها عكس الدول العربية للأسف. وأثناء تلك الأنشطة ساساكي التي تعرف عليها ساغو في المكتبة كانت متواجدة بين التلاميذ الذين جاءوا من المدارس المتوسطة لكي يروا الثانوية، وبشكل مفاجئ لاحظت ساغو وكانت سعيدة جدا بذلك وذهبت لتتحدث معه. وآيكا بمجرد أن رأت ذلك لاحقت بها وعرفت الكثير من الأشياء التي حدثت، كأنهم ذهبوا للبحر وقاموا بالأنشطة اليدوية وكانوا يلتقون كثيرا في المكتبة وقاموا بالكثير من الأنشطة وتبادلوا الهدايا معا، وهو كان محرج جدا لأن ساساكي كانت تقول لصديقتها كل شيء حدث معهم، لكن كل ذلك كان أمام أنظار آيكا التي كانت سوف تنفجر من الغيرة لكن لا تظهر ذلك. بعد ذلك آيكا سحبت ساغو وجلسوا ليتحدثوا وقالت له أنه إذا كان لديه وقت ليخرج مع بنات أخريات كان عليه أن يقضي معهم وقت أطول. هو لم يصدق ما قالت آيكا وطلب منها أن تعيد كلامها لتقول له أن عليه أن يتسكع معهم هم أيضا، وهو قال مع نفسه هل هي حقا تقول لي أن أقضي معها وقت أطول؟ وهي قالت لا
له ألا تريد ذلك؟ ليرد عليها أنه يريد ذلك وهو ممتن جدا وشكرها. بعدها في الغد هو كان في عمله بالدوام الجزئي لكن كان الجو ممطر، لهذا كان يدخل كل الكتب التي خارج المحل، لكن بشكل مفاجئ لاحظ أن آيكا قادمة، لهذا قال لها أن تدخل للمحل حتى ينتهي المطر. وعندما دخلت سألها لماذا هي جاءت إلى هذا المنطقة، لتقول له أنها جاءت لرؤيته. بعدها بشكل مفاجئ دخلت ساسكي أيضا، لهذا ذهبت عند صديقتها إيتشينوسي، وآيكا لاحظت أن إيتشينوسي مختلفة كليا عن المدرسة، ليقول لها ساغو أنها بنت ذكية جدا، بالإضافة إلى أنها متفقة جدا مع ساسكي، لهذا هي تأتي كثيرا إلى هنا، ويتحدثون عن الكتب. لتقول لها آيكا هل هي تأتي كثيرا إلى هنا وأنت مقرب من كلتاهما، هل أنت متأكد من أنك سوف تستقيل من هذا المكان؟ ليقول لها هو إذ لم أستقيل من هذا المكان سوف تبقين بمفردك. هي صمتت وأحمر وجهها من التوتر والخجل، وبسبب التوتر الزائد لم تعرف ما الذي سوف تفعله، ولكن بسبب التحركات الطائشة التي قامت بها ضربت رجلها في إحدى الطاولات وكانت سوف تسقط، لكن ساغو أمسكها. وساسكي وإيتشينوسي رأوا كل شيء، لهذا أغلقوا على أنفسهم وقالوا أنهم لم يروا ولم يسمعوا أي شيء وتركوهم لوحدهم. بعدها آيكا قالت له هل كنت تريد أن تأتي لمنزلي؟ ألازل تريد ذلك؟ ليرد عليها هو أنا قمت بالكثير من الأخطاء فأنا أعتقد أن ذلك تم إلغاؤه، لكن هي ردت عليه أنه هي تريد منه أن يكون الأخ الأكبر لإيري. هو تفاجأ من أنها تريد منه أن يكون الأخ الأكبر، لتقول له أنها لم تقصد الأمر بتلك الطريقة التي فهمها. ليقولها هو لقد فهمت ذلك، وهي طلبت منه أن يأتي إلى منزلها، وهو بالفعل ذهب إلى منزلها لكن ليس لوحده، ذهب هو وأشيدا. بعدها دخلوا وتعرفوا على البنت الصغيرة، وهي تقبلت ساغو بسرعة كبيرة جدا وبدأوا يلعبون مع بعض، والبنت كانت نشيطة جدا حتى أنها جعلت ساغو مثل الحصان عندها، لكن في الأخير هو تعب كثيرا ليسألهم هل هي دائما تقوم بهذا النوع من اللعب الصعب. ليقول له أنه عادة تقرأ الكتب المصورة أو تلعب بالمنزل وأشياء كهذه، يعني أول مرة تلعب مثل هذا اللعب، لهذا يعتقدون أنها بدأت تحبه. حتى آيكا كانت متفاجئة لأنها في العادة لا تحب القفز على الناس، لكن هذه المرة يبدو أنها تشعر بالقرب من ساغو، لهذا هو أكمل اللعب معها وكان اللعب ممتع جدا. بعدها آيكا اعتذرت منه لأنه يبدو مرهق جدا، ليقول لها أنه لا بأس بذلك، فهي التي قالت أنها تريد منه أن يكون الأخ الأكبر لإيري، وهي قالت لها أن هذا المكان ليس هو المكان المناسب لقول هذا لأنه فضح أمرها أمام أشيدا، وأشيدا من النوع الذي يسأل كثيرا، وآيكا كانت تشعر بالإحراج. بعدها جاءت أم آيكا وهو ألقى التحية عليها، والغريب أنها كانت تعرف أنه ساغو لأنها سمعت القصص عنه من آيكا، وأنا شخصيا تفاجأت فما بالكم به هو. لهذا آيكا قالت لهم أن عليهم أن يغادروا الآن، وقاموا بانسحاب تكتيكي. وأم آيكا قالت لساغو أنها كانت تريد أن تقوم بإجراء محادثة طويلة وشاملة معه لكن في المرة القادمة. بعدها في الطريق ساغو سأل آيكا ما الذي كانت تقوله لوالدتها عنه، لأنه سمع أنها كانت تحكي لها القصص، ما نوع تلك القصص؟ هي قالت لأنها لم تتحدث بشكل خاص عن أي شيء. وآشيدا عندما لاحظت أن الأمر سوف يكون محرج قررت تركهم لوحدهم وقالت أن لديها أمر طارئ وذهبت. وهم استمروا في طريقهم وبدأوا يتحدثون عن الكثير من الأشياء حتى أنهم لم يلاحظوا أن الوقت مر بسرعة، وهي حكت له أن الأشهر السابقة كانت ممتعة جدا لأنها تحدثت مع الكثير من الناس وحصلت على الكثير من الأصدقاء، وكانت تظن أن ذلك هو الشيء الذي حلمت به كثيرا، حياة مدرسية جيدة والتي كانت تفتقدها كثيرا، لكن لم يكن كل شيء عادي لأنه في الإعدادية كانت تعيش لوحدها ولم يكن لديها أي أصدقاء في المدرسة، وهو اعتذر منها لأنه يظن أن ذلك بسبب لحاقه بها، لكن هي قالت أن الأمر ليس كذلك لأنه حتى لو لم يكن فالأمور كانت صفاء تبقى على ما كانت عليه، ونظرا للحياة التي كانت تعيشها ما حصلت عليها الآن في الثانوية شيء كثير جدا حتى أن الكل كان يعرف عنها. ليقول لها هو أن ذلك راجع للترويج الذي قام به لأنه كان يلحق بها دائما، وذلك جعلهم مشهورين جدا في المدرسة، وهو اعتذر منها مرة أخرى على ذلك، لكن هي قالت له أنه ما حصلت عليه حتى الآن كان بفضله، لكن رغم كل أولئك الأصدقاء الذي حصلت عليهم لم تكن تستمتع لأنه دائما كان هناك شخص ما تفتقده بالرغم من أنه على بعد خطوة واحدة منها، وهو لم يكن يفهم ما الذي كانت تقصده بكلامها، وكان يعتذر منها كل مرة لتقول له أنه ليس كما يفهم لأنه هو الذي تنتمي إليه، هو الشخص الذي تفتقده دائما.
لكن فجأتهم الألعاب النارية وهي تخاف، لهذا قفزت باتجاهه. بعدها اعتذرت منه لأنها ليست معتادة على الأصوات الصاخبة. بعدها قالت له أن عليه أن يعود معها كالسابق وأن يكون دائما متواجد، لأنه بدونه هي تشعر بأنها وحيدة، وهو وافق على ذلك. وفي طريق عودتهم هو كان يحاول أن يمسك يدها لكنه لم يستطع، لهذا استسلم. لكن هي كانت تفكر في نفس الشيء وأمسكت يده، وكانت شجاعة واستطاعت أن تمسك يده. بعدها أوصلها للمنزل. بعد ذلك انتهت العطلة وعادوا جميعا للمدرسة، وعادت الأمور جيدة بين ساغو وآيكا، وهي قامت بضبط ربطة عنقه لأنها كانت ملتوية، وقالت له أنه فصل دراسي جديد، لهذا عليه أن يهتم بلباسه. بعدها ذهبوا للقسم وكانوا سعيدان بتطور العلاقة الذي حدث فجأة بينهم لينتهي الموسم الأول من الأنمي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، ملتقانا في المقطع.